بسم الله، تفضلي دكتورة نجوى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير البشرية محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أختكم الدكتورة نجوى عبد الرحيم شاهين، مؤسس ومالك ومدير التنفيذي لمركز الإتقان الدولي للتدريب والاستشارات التعليمية والتربوية باسم فريق العمل بمركز ومكتب بهارات النجاح للاستشارات التعليمية والتربوية. نرحب بكم أجمل ترحيب في اللقاء العاشر من لقاءات برنامجنا الرمضاني الثاني، التدريب على مهارات أخصائي الجودة الحزمة الثانية، بناء وممارسة عمليات الجودة. استمتعنا بالأمس ببناء فريق الجودة، واليوم ستكون متعتنا مع نظام إدارة الجودة مع سعادة المدرب المعتمد والخبير الاستشاري وكبير مدققي الجودة الدكتور محمد العامري. راجين لكم المتعة والفائدة، وشاكرين لكم سلفا تفاعلكم واستفساراتكم التي دائما تثرينا. تفضل دكتورنا ببدء اللقاء، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله خير مبعوث بعثه الله البشرية أجمعين. أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مجددا في هذه اللقاءات التي تأتي تحت عنوان إعداد أخصائي الجودة. كيف نستطيع أن نفهم الجودة بشكل أعمق؟ كيف نستطيع أن نبني نظام للجودة داخل منظمتنا؟ اليوم نحن في يوم جديد نتحدث فيه استكمالا لما كنا قد أخذناه في الأيام الماضية. بإذن الله سبحانه وتعالى نحن حديثنا اليوم سيكون عن بناء نظام الجودة الشاملة، كيف نستطيع أن نبني هذا النظام، وكيف نستطيع أن نتفاعل ضمن هذا النظام، كيف يكون عندنا النظام فعال، وكيف نستطيع يكون عندنا جودة عالية لنظامنا الفعال. كل ما كان عندنا قدرة أكبر على التفاعل، كل ما كان عندنا قدرة أكثر على معرفة كيف نستطيع أن نفهم نظامنا، كل ما استطعنا بإذن الله سبحانه وتعالى أن يكون لدينا قدرات فعالة في التفاعل مع أنظمتنا، والتفاعل أيضا مع فهمنا العميق للجودة. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نحن سنستكمل الأيام الماضية التي كنا انطلقنا فيها في برنامجنا تحت عنوان بناء نظام الجودة الشاملة. اليوم سيكون موضوعنا التخطيط للجودة الشاملة وتطبيقه في المنظمة، كيف نستطيع أن نطبق نظام الجودة داخل المنظمة. يوم يعتبر محوري، يعتبر يوم أساسي لفهم عمليات الجودة فهم عميق، وفهم كيف يتم عملية الإعداد لنظام الجودة. تعالوا بنا نتحدث نحن اليوم ضمن برنامج التمهير الرمضاني لإعداد أخصائي الجودة الشامل. إحنا الآن في اليوم العاشر، نحن اليوم نتحدث عن بناء نظام الجودة الشاملة، تخطيط الجودة الشاملة وتطبيقها في المنظمة. كنا قد تحدثنا في الحزمة الأولى عن الثقافة التنظيمية للجودة، وكنا تحدثنا أيضا في الحزمة الثانية عن حزمة بناء وممارسة عمليات الجودة. كنا تحدثنا في يوم السابق عن بناء فريق الجودة كما ذكرت الدكتورة، واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى موضوعنا سيكون عن بناء نظام الجودة وتخطيط الجودة الشاملة وتطبيقه في المنظمة. يوم مهم جدا، مليء بالمعارف، مليء بالمعلومات، واحنا سعيدين نكون معكم فيه. احضروا اقلام، احضروا اوراق، سجلوا، دونوا العرض التقديم، هذا سيكون موجود لديكم باذن الله سبحانه وتعالى. لكن المهم هو ان تسجل وان تسال وان تناقش وان تحاور، لانه فهمك لما سيحدث اليوم، فهمك لما ستحدث عنه اليوم سيكون بناء عليه الايام القادمه كلها باذن الله سبحانه وتعالى. تعالوا بنا احبتي الكرام، بدايه ارحب بكم في هذا اللقاء تحت عنوان بناء نظام الجودة الشاملة، تخطيط الجودة الشاملة وتطبيقها في المنظمة، كيف تضع خطة للجودة داخل منظمتك. بداية أنا أرحب بكم، أنا أخوكم محمد العامري، أحمل شهادة دكتوراه مجال علم النفس الإداري. سبق أن قدمت مجموعة من الدورات والبرامج في مجال الجودة، وقمت أيضا بالمشاركة وقيادة بعض فرق الجودة في أكثر من منظمة لتأسيس نظام الجودة، وسعدت حقيقة بالتعلم من تجارب الآخرين في أكثر من دولة عربية، وسعدت أيضا بإني أكون معكم في هذا اللقاء للتعلم من خبراتكم والاستزادة من تجاربكم بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا دوري في هذا اللقاء ما أنا إلا مثل المعلم، دوري أن أفتح لك الطريق، وأنت دورك أن تعبر من أجل التعلم أكثر، من أجل أن تستزيد أكثر، من أجل أنك يكون عندك قدرة على التطبيق. ولذلك أنا أنصحك دائما بأن تحول هذا البرنامج إلى واقع تطبيقي في حياتك العملية، حوله إلى برنامج من خلال أنك أنت تقوم بعملية تطبيق كل ما نتعلمه في حياتك. إحنا اليوم عندنا اتفاقية، هي اتفاقية تدريب، نحن كل يوم نعيدها، نذكر بها لأنها مهمة جدا بالنسبة لنا في كل مناط التفكير للقادة. سئل سفيان بن عيينة رحمة الله عليه: من أحوج الناس إلى طلب العلم؟
قال أعلمهم لأن الخطأ منه أقبح، أي أن الإنسان كلما تدرج في مناطق القيادة وكلما كان مسؤولا عن إحداث التغيير داخل منظمته كلما احتاج أن يتعلم أكثر ويتعلم أكثر ويستزيد أكثر من أجل قيادة هذه المنظمة والقدرة في إحداث التغيير في حياة المنظمة. حياة منظماتنا دائما يحتاج إلى نقلات، هذه النقلات نقلات معرفية ونقلات أيضا إثرائية في طريقة التفكير داخل المنظمة. ولذلك أحبتي الكرام نحن نحتاج دائما أن نتعلم ونستزيد أكثر. سوبر جينسون كاتب بريطاني يقول عبارة جميلة جدا، إذا ما فقهناها سنفقه كثير من المعلومات حول التدريب وحول كيف نستطيع أن نجري التغيير. يقول إذا أردنا أن يتم العمل دون تعب فعلينا أولا أن نتعب في تعلم العمل، أي إننا يجب أن نتعب قليلا في التعلم من أجل يكون عندنا قدرة على التعلم. ولذلك كل شوية وأنا أسرع جزء سأسألكم سؤال، ما الذي تعلمناه؟ ما الذي تعلمناه؟ ما الذي تعلمناه؟ عندما أسأل سؤال ما الذي تعلمناه أنا مطلقا لا أريد ما الذي ذكرناه فأنا أعرفه، لكن أريد ما الذي استفدناه. إيش شيء تقول أنا استفدته حتى الآن؟ ما الذي أنا خرجت به من هذا اللقاء حتى الآن؟ وبالتالي كل مرة سأسألكم سؤال ماذا تعلمنا؟ ماذا تعلمنا؟ ماذا تعلمنا؟ لذلك أحبتي الكرام أنا سعيد بأن أكون معكم اليوم. موضوعنا كما قلنا بناء نظام الجودة الشاملة، تخطيط الجودة الشاملة وتطبيقه في المنظمة. طيب إذا كان موضوعنا هو بناء نظام الجودة الشاملة، تعالوا بنا نتعرف على ما الذي سنأخذه اليوم. ليش عنواننا اليوم طويل كده شوية وفي حتى داخل أقواس، يعني إيش الشيء الجديد عندنا في عنواننا لليوم عندنا بإذن الله سبحانه وتعالى؟ أولا نحن اليوم سنتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى عن كلمة بناء، وتذكروا دائما لما نقول كلمة بناء معناه نحن نتحدث عن عملية تشكيل. لما نقول بناء معناه نقول عملية تشكيل، أي أن عندك أنت الآن مكونات وتريد أن تكون بهذه المكونات شيء جديد وهيئة جديدة. ولذلك دائما التشكيل لما نقول لدينا بناء، فالبناء دائما يساوي التشكيل. التشكيل معنى أن تشكل من مكونات عندك موجودة، وبالتالي هذا التشكيل ما هو؟ التشكيل معناه هو تحويل المواد الخام، تحويل المواد الخام إلى شكل جديد مستهدف بين قوسين، هيئة جديدة أنت تريد أن تحصل عليه. هذه الهيئة ما الذي تريد أن تحصل عليه؟ فلما نقول لدينا بناء معناه أن عندنا مواد خام، وهذه المواد الخام بطريقة ما سنقوم بأخذها، سنقوم بإعادة هندستها، سنقوم بإعادة تصميمها من أجل أن تطلع لنا شكل جديد وتطلع لنا الآن بخلطة جديدة. لذلك أحبتي الكرام نحن هنا نتحدث، لما نقول بناء نحن نتحدث عن أمرين. الأمر الأول نحن نتحدث عن مادة خام ستكون عندنا موجودة، ونتحدث عن هيئة معنى الأسلوب والطريقة اللي راح تطلعها. فعندنا مادة خام ستكون موجودة لدينا، وهذه المادة الخام سنسبكها على شكل هيئة لتخرج لنا بشكل جديد على شكل هيئة جديدة. ما الذي عندنا هنا اليوم كمادة خام؟ نحن عندنا اليوم كمادة خام لدينا اليوم منظمة ولدينا اليوم الآن مقرات، ولدينا أيضا إدارة عليا إشرافية، هذه الإدارة الإشرافية أيضا موجودة، ولدينا أيضا عاملين، ولدينا موارد، ولدينا أيضا عمليات. كل هذه الأشياء نستطيع أن نأخذها كمواد خام ونقوم الآن بوضعها في هيئة جديدة. هذه الهيئة الجديدة هي ما نطلق عليه الآن النظام. إذا نحن سنبني نظام، هذا النظام سيرتب العلاقات ما بين هذه المادة الخام وسيسبكها في شكل جديد لتطلع عندنا الآن بمصطلح جديد، يعني المنظمة، مقراتها، إدارتها، عالية إشرافها، أيضا العاملين فيها، كل هذا سيتحول الآن إلى شكل نسميه ماذا؟ نظام. نضع فيه نظام ينظم العمليات بالكامل. إذن أول شيء نحن اليوم موضوعنا كيف نستطيع أن نشكل من عملياتنا نظاما. طيب سؤال، ما معنى السيستم أو ما معنى كلمة نظام؟ لما نقول إحنا اليوم سندرس نظام، ما معنى كلمة نظام؟ لما نقول كلمة نظام معناه إحنا سنتكلم عن الشيء التالي، سنتكلم عن إطار منهجي. لما نقول نظام معناه إطار النظام، يعني معناه النظام يعني هو عبارة عن هو إطار منهجي يوضح ويحدد المدخلات والمعالجات والمخرجات ويسهل
ويسهل التنبؤ بالنتائج. إذا لما نقول عندي نظام معناه أنا عندي الآن إطار منهجي، عملية منهجية، هذا المنهج الآن عندنا أستطيع من خلال أعرف إيش المدخلات، إيش المعالجات، إيش المخرجات. طيب هذا الإطار المنهجي يسهل عملية التنبؤ، لماذا؟ لأن كلمة الجودة، الكلمة اللي عندنا اليوم هي كلمة الجودة، تعني بمعنى ذلك أن الجودة هي عبارة، قلنا أمس وقبل أمس وكل يوم جالسين نقول أن الجودة هي عبارة عن الامتثال. يعني أنت الآن لما تقول أنا عندي جودة، فالجودة تعني تساوي الامتثال، الامتثال والوفاء بالمتطلبات. وبالتالي نقدر نقول نحن سنبني الآن، سنأخذ منظمتنا، المقرات، الأدوات، الشركة، البيدار الإشرافية، العاملين، الموارد، العمليات، سنضعهم في نظام. هذا النظام هو إطار منهجي، هذا الإطار المنهجي يوضح ويحدد المدخلات اللي كانت عندنا موجودة والمعالجات اللي عندنا موجودة والمخرجات، ويسهل التنبؤ بها. معنى ذلك سيقول لك هذا النظام هل سيكون عندنا امتثال ولا ما راح يكون عندي امتثال. يعني بناء على النظام تقول هل أنا ممتثل للمعايير ولا غير ممتثل للمعايير، وبالتالي هذا الامتثال سيساعد عندنا نكون عندنا جودة. طيب ما معنى كلمة الشاملة؟ ليش لدينا كلمة اسمها كلمة الشاملة؟ الشاملة تعني أنه مش بس على مستوى العملية الواحدة، بل على مستوى كافة فريق العمل، سننسق جهود العاملين كلها. فكلمة الشاملة تعني شمولية، تعني الشمولية، الشمولية لكافة عمليات المنظمة، بكافة عمليات المنظمة. وسنشكل من المنظمة الآن خطوط إنتاج، هذه الخطوط الإنتاج قادرة الآن على إخراج ما نحن نريد الحصول عليه، وبالتالي هذا سيشكل عندنا الآن عمليات، يخلي عندي عملية الآن أستطيع من خلالها أن أقوم بهندسة عملياتي. طيب الآن هذا كله بناء نظام الجودة الشاملة كما تلاحظون جاء تحت قوسين اليوم. إيش هي؟ تخطيط الجودة الشاملة وتطبيقها في المنظمة. إذا عندي اليوم سأتكلم عن عملية تخطيط. التخطيط ما هو التخطيط؟ اليوم سأتكلم عن تخطيط، والتخطيط بالنسبة لي كلمة مهمة جدا حتى نستطيع أن نفهمها. فالتخطيط نقدر نقول دائما أن كلمة التخطيط هو عملية تشاركية تنبؤية لبرمجة الأهداف والأنشطة المحققة للأهداف بفاعلية وكفاءة. إذا لاحظ معايا الآن أن عندي عملية التخطيط، هذا التعريف السريع للتخطيط معناه تعريف عميق جدا. لماذا؟ لأنه قال لك هي عبارة عن التخطيط عبارة عن عملية. معنى كلمة عملية معناها لها مدخلات، لها معالجات، لها مخرجات. أيضا تشاركية، ما معنى تشاركية؟ معناها سيشارك فيها كافة العاملين في المنظمة حسب درجة صلاحياتهم. أيضا تنبؤية، معناها هي راح تساعدك تتنبأ إيش النتائج المفروض تكون عندنا موجودة في المستقبل، ما لو فعلنا هذا الإجراءات ما الذي سنحصل عليه، هي بالتالي تساعدنا على عملية التنبؤ. ثم أيضا هي عبارة عن عملية برمجة. ما معنى برمجة؟ أي أنها تحول العمل عندنا إلى قرارات مبرمجة، حسب ما قال هيربرت سيربون أن عندنا نوعين من عملية القرارات، قرارات مبرمجة وقرارات غير مبرمجة. أيضا هذه البرمجة ليش؟ للأهداف، للموارد، للأنشطة المحققة للأهداف بكفاءة وفاعلية، أو المحققة للنتائج بفاعلية وكفاءة. إذا إحنا اليوم نتكلم عن كيف نستطيع أن نخطط لعملياتنا، كيف نخرج منتج عندنا موجود. وقال لك اليوم عندنا كلمة أخرى مهمة جدا نتحدث عنها، التطبيق. كيف تستطيع تسوي عملية تطبيق؟ هذا التخطيط أولا قبل ما نروح التطبيق، هذا التخطيط أحبتي الكرام، التخطيط راح يطلع لنا كلمة في علم المنطق نسميها ماذا؟ نسميها التصورات. التصورات، فالتخطيط كله عبارة عن تصورات. ماذا تتصور؟ كيف تتصور الجودة عندك؟ وكيف تتصور إطار العمل في الجودة في برامجك؟ أنت كيف تتصور الآن العمليات راح تتم أثناء عملك؟ هذه التصورات تحتاج منك إلى تصديقات. أنا تصورت الشيء بالخطة، تصورت كيف راح نشتغل في نظام الجودة. في التصديقات أنا كيف سأنفذ هذا الموضوع؟ وبالتالي يأتي عندنا كلمة أخرى، كلمة نسميها كلمة التصديقات. فالتصديقات هي عبارة عن السؤال التالي، هو كيف سنطبق هذا الأمر. فهنا اليوم عندنا شيء مهم جدا نسميها الآن التصديقات، نقول عنها التصديقات أو عملية التطبيق.
وهي عبارة عن التطبيق، معناه هو عبارة عن ترجمة، نقول عن التطبيق هو ترجمة العمليات إلى واقع ملموس. وبالتالي هذا الواقع الملموس عشان نستطيع نخليه واقع ملموس في حياة المنظمة سيحتاج عندنا إلى أمرين. الأمر الأول سيحتاج عندنا اليوم إلى أربع أمور يجب أن نتعلمها اليوم حتى نستطيع يكون عندنا فيها قدرة جيدة في التطبيق. أولا سنحتاج يكون عندنا كما قلنا قبل قليل خطة، وهذه الخطة موجودة هناك الآن في التخطيط، فنحتاج يكون عندنا تصميم للعمليات، أن نصمم إيش هي العمليات اللي عندنا. إذن أول شيء نحتاج تصميم للعمليات، ثم نحتاج عمليات مطابقة للعمليات، نتأكد أن هذا الأداء عندنا مطابق، ثم نحتاج أيضا إلى يعني قدرة العملية نفسها، هل عندنا قدرة ننفذها ولا لا، قدرة العملية، هل قدرة العملية عالية ولا غير عالية. ثم سندرس أيضا، مهم جدا بالنسبة لنا، ندرس أيضا الأداء نفسه، جودة الأداء، هل جودة الأداء عالية أو غير عالية. إذن أربع أشياء وإحنا جالسين نطبق لازم نقوم بعملية دراستها، هل لدينا تصميم للعمليات، هل عملية التخطيط أعطتنا تصميم للعمليات عشان أنا أمشي على هذا التصميم، هل أنا جالس أمشي على التصميم وأطابقه أم لا، هل أنا عندي قدرة فعلا على تنفيذ هذه الإجراءات والتصميم بشكل بكفاءة عالية ولا لا، أيضا هل أنا عندي جودة في الأداء أم لا. إذن هذا موضوعنا بإذن الله سبحانه وتعالى اليوم، موضوعنا سيكون موضوع مثير، موضوع هام. خلني أول شيء أسمع منكم ما الذي استفدناه، ماذا تعلمنا من معرفته، عن ماذا سنتكلم نحن اليوم. إذا يا أحبتي بس أذكر بشيء، إذا حصل عندنا أنه عملية التصديقات هذه تساوت مع عملية التصورات فسننجح بإذن الله سبحانه وتعالى. سؤال لكم، ما الذي استفدناه، ماذا تعلمنا، عن ما سنتعلم اليوم؟ فضلوا شاركونا. اليوم يوم عميق، اليوم إن شاء الله سيكون يوم مليء، لازم نجيب قلم جديد، القلم عندي يقطع. يا سلام، حلو، الله يفتح عليك يا دكتور، شريحة عميقة جدا، والمدخل لموضوع أيضا أكثر عمقاً. يا سلام، رائع. أسمع منكم أحبتي الكرام، ماذا استفدنا، ماذا تشكل عندك من قناعات أولية عما سنتعلمه اليوم؟ أسمع منكم، تفضل شاركونا. السلام عليكم سيدي. يعني أنا اللي فهمته من هذه الشريحة أن الجودة بكافة تشكيلاتها ومتطلباتها هي اوريدي موجودة أصلا في أي منظمة، من خلال المنظمة والمقرات والإدارة والإشراف، لكن فقط هي تحتاج إلى عملية تخطيط سليم نضع فيها الأهداف وتنبؤات لما ستكون عليه النتائج والأهداف، ونقوم بوضعها في إطار منهجي يبين لنا ما هي المخرجات، حتى هاي ما يسمى في اللي هي في نظام الجودة. وبالتالي هي لن تكون بالأصل يعني عبء أو إضافة جديدة على 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 المنظمة أو على الإدارة أو حتى على الفكر الإداري الموجود، فقط هو يحتاج إلى قرار ودعم من الإدارة العليا أننا نريد جودة بهذا، نضع إجراءاتنا المكتوبة حتى نضمن أن منظمتنا تكون قادرة على الإفاء بمتطلبات العميل. يا سلام عليك، يا سلام عليك، يا سلام عليك، دائما مثري أستاذ أحمد. أيضا من يحب شاركنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتور، المصطلحات اللي أنت ذكرتها بناء نظام جودة شاملة أو المصطلح الثاني تخطيط الجودة، أنا أعرف أن المصطلحات أحيانا لها، وفعلا أنت بينتها أن لها معاني أعمق من معناها من قراءتها كذا، فكل كلمة لها معنى عميق جدا ممكن نبحر فيه، فجزاك الله خير على التوضيح. شكرا لكم، كل الشكر. أيهمني جدا أنك وانت تطبق الجودة يكون تصور بالنسبة لك واضح ما الذي نحن نتحدث عنه اليوم. طيب تعالوا بنا أحبتي الكرام، ما بأننا الآن سننطلق بإذن الله سبحانه وتعالى حول بناء نظام الجودة وآليات نظام الجودة وفكرنا عن نظام الجودة، تعالوا بنا نتحدث اليوم عن كيف نستطيع أن نفهم هذا البناء. نحن اليوم هدفنا كيف نستطيع أن نساعد في بناء نظام للجودة. بداية يجب أن نتعرف على شيء يسمى التحول في إدارة الجودة. في إدارة الجودة اليوم حصل تحول كبير جدا، وكثير من الإخوة حتى الآن ما زال يركز على العملية الأساسية وهي عملية التوثيق اللي كانت فترة من الفترات الأعمال.
بينما اليوم نحن تحولنا بشكل كبير جدا في الجودة نحو عمليات الرقمنة. ماذا نقصد بالرقمنة؟ أي لأنظمة ERP وعملية الآن قياس بالERP وقياس بمؤشرات أداء من خلال أيضا منتجات، والجودة أصبحت اليوم جزء أساسي أصيل في عمليات الآن الرقمنة الحديثة. تعالوا نأخذ مراحل تطور الجودة ونشوف أين نحن الآن موجودين في منظماتنا. في بداية عملية تحول الجودة مرت بمراحل أثناء عملية تطور نظام الجودة. ممكن الجمعية الأمريكية للجودة تساعدنا لتوضيح هذا التطور، فهذه الرسمة أنا جايبها من الجمعية الأمريكية للجودة لتوضيح مراحل تطور الجودة. هم يرون بأنه مراحل تطور الجودة حصلت معنا بالشكل التالي: المرحلة الأولى هذه مرحلة كانت الإنتاجية أولوية، كان فيها القياس والتفتيش هو الأساس، كان الحجم قبل الجودة، إنتاج أكبر كمية وأيضا لا تركيز على الهدر، كان عملية أهم شيء أن أنتجنا. هذه المرحلة كانت من حتى عام 1890 كانت هذه المرحلة يسمى مرحلة الإنتاج الكبير، وبالتالي كانت الإنتاجية أولية، لم يكن التركيز على جودة ما أنت تنتجه، أهم شيء أن عندك قدرة على عملية الإنتاج. وهنا كان دائما القياس أن لما نجي نبيع نشوف إذا في شيء معيب العميل ما راح يتقبله، انتجنا منتج هذا المنتج العميل ما يبغاه خلاص ارميه كبه على جنب كذا وخلاص. طيب وهذا هدر ما هي منيش انه هذا، يعني مثلا فلنقول اني انا بائع طماطم، فانا الان انتج كميه كبيره جدا من الطماطم، ولما اجي اسلمها للعميل، العميل هو دوره انه يفرز، وبعدين ماذا سنفعل؟ هذا لما يفرز احنا الان سنقول المعيب ارميه على جنب، الجيد خذه يا اخي. هذا كان منذ بدايه التاريخ حتى عام 1890. ثم بعد ذلك بدأت مرحلة جديدة، لما بدأ عام 1890 إلى 1940 بدأ التركيز على تعظيم الإنتاجية مش الإنتاج. لاحظ معي في فرق بين الإنتاجية والإنتاج. الإنتاج أن تنتج، الإنتاجية معايير لقياس الإنتاج. لاحظ معي أعيد مرة أخرى، الإنتاج أن تنتج، أنا أنتج والله طماطم، لكن الإنتاجية معناها نوعية الطماطم جالس أنتجها، أنا أنتج والله يا أخي الكريم أنظمة إلكترونية. الإنتاجية معناها نوعية جودة هذه الأنظمة الإلكترونية، أنا أنتج يا أخي الكريم جوالات موبايل، بعضها يشتغل بعضها ما يشتغل، هذا اسمه إنتاج. لكن الإنتاجية معناها كم منها يعمل فعلا، فبدأ تعظيم الإنتاجية والتركيز على الإنتاجية. أيضا تم تحديد الحد الأدنى للقبول، يعني معناها كم سأقبل منك أو لم أقبل. 1940 لاحظ حتى 1940 ايش سبب، ايش اللي حاصل معنا هنا؟ حصل عندنا ان الجيش الامريكي والجيوش على مستوى العالم اصبحت تدخل الان في حروب عالميه، واصبح عندها موردين، واصبحت تريد ان تستلم من الموردين البضاعه اللي ينتجوها، فتبغى تحدد الحد الادنى انها تقبل منهم او ترفض ما يقدمون لها، فحددت حد الادنى للجوده في قبول ما يتم استلامه من بضاعه وهدر، وبالتالي تحديد الآن الحد الأدنى من يضعونه. أيضا الحد من الخردة، صار التركيز على أنه ما فيش عندنا يكون خردة. أي ما معنى خردة؟ أي أنه نوعا ما قد يكون خاطئ أو الصناعة معيبة. كذلك أيضا التركيز كان هنا عندنا على أداء العمل، كيف الموظفين عندنا يقومون بإنجاز العمل، وهذا الآن حتى عام 1940. من عام 1940 إلى عام 1995 أصبح التركيز على رضا العملاء، وصار كيف نقيس رضا العملاء، راضين أو غير راضين، وهذا يعتبر بعد جديد. ثم بعد ذلك بدأ التركيز على التحسين المستمر للجودة وعمليات نسميها عمليات الكايزن. ثم بدأ التركيز على توحيد المعايير سواء داخل المنظمة أو خارج المنظمة، وعلى الجودة هي حاجة للعمل، صار عندهم تركيز دائما لازم يكون عندنا الجودة هي حاجة للعمل، وشيء طبيعي إن أي واحد سينتج منتجات لابد أن يطلع الآن معايير جيدة لعملية قياس هذه المنتجات، وبالتالي أصبحت الجودة تعتبر متطلب من المتطلبات. بعد ذلك من عام 1995 إلى اليوم صار عندنا شيء جديد، صار عندنا التركيز على الرقمنة، أنظمة تسمى أنظمة ERP، صار عندنا التعلم التكيفي، كيف نخلي الآن منظمة تتعلم من تجربتها ويصير عندها منظمة نسميها منظمة متعلمة رائدة. التركيز على تصميم العمليات، كيف يكون عندنا عمليات فعالة، نقوم بوضع خطوط نسميها خطوط إنتاج للعملية، ونصمم فريق نسميه فريق الإنتاج، خط فريق كامل للجودة. أيضا تحسين الجودة والإنتاجية والتفاعل أيضا السبراني المادي، كيف يكون عندنا اليوم جودة عالية جدا من خلال أيضا أنظمة ERP وأنظمة غيرها، وسنتعرف على هذه الأنظمة بالكامل. يا ترى حتى الآن أين تجد منظمتك في هذه الرحلة؟ أنتم أين في أي عام حتى الآن موجودين؟ لاحظ معي الآن نحن الآن في أي عام، هذا الشيء مهم أرجو أن تنتبه للشيء التالي.
لا يعني التطور، لا يعني التطور والتحول معنى ذلك إن إحنا الأول كله صار كخة، لا، صار الأول يعتبر كأنه مسلمة، يعني بمعنى اللي موجود الآن عام 1995 وما بعد يرى إنه عملية كانت الإنتاجية أولوية، هذا شيء مهم وقياس التفتيش مهم، لكنه لا يرى الآن إنه يكتفي به بل أضاف له وطور فيه، وهذا التطوير هو تطوير للسابق، فليس الأول معناه نسخ البقية، لا، إنما أضاف لها وطور لها وحدث لها. سؤالك، ماذا تعلمت من هذه التطور الحاصل الآن، التحول في إدارة الجودة؟ أسمع منكم. نشيد التطور اللي حاصل الآن في الجودة هو عملية بنائية بدأت من 1980 ثم تطورت بناء على معطيات خاصة، قد تكون تغير السوق وتغير وتحول متطلبات العميل، وأيضا أحيانا متطلبات العملية الإنتاجية، زيادة الرقابة وزيادة الربحية، ونذكر المعادلتين اللي أنت ذكرتهم في بداية الجودة، إنه صاحب العمل وبالتالي إنه بده ربحية وبنفس الوقت بده إنتاجية، وبالتالي هذه الظروف كلها تفرضت هذا التطور البنائي، وأيضا الاستفادة من معطيات التكنولوجيا الحديث حتى وصلنا إلى ما نحن عليه الآن. يا سلام عليك، يا سلام، يا سلام، يا سلام. من أيضا يشاركنا أحبتي الكرام؟ تفضلوا شاركونا. من يشاركنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية. بصراحة شيء مفاجئ يعني التحول في إدارة الجودة، يعني إحنا كأننا ما زلنا في عام 1890 للأسف، يعني تونا يعني بدينا، يعني بدأ تنظيم الإنتاجية عندهم وتم تحديد الحد الأدنى مستوى جودة القبول، يعني شيء قديم، وإحنا تونا يعني ما زالت في شركات إلى الآن لسه ما عاشت حتى 1890 للأسف. يا سلام عليك. نعم، يجب أن ندرك أحبتي الكرام أن اللي حاصل عندنا الآن في فجوة، هذه الفجوة تسمى الفجوة المعرفية في عمليات الإنتاج، وبالتالي صار عندنا اليوم تركيز على أنه كيف يكون عندنا الآن قدرة أكثر لعملية أن إحنا نقوم الآن بأداء عملياتنا بشكل فعال، وبالتالي إحنا اليوم نحتاج نطور منظومتنا الفكرية، نطور منظومتنا المعرفية، نطور أيضا قدراتنا، لأن إحنا يا أحبتي الكرام اليوم نحن العالم كله في سباق اقتصادي ضخم جدا على جودة المنتجات اللي جالسة تخرج، فنحن الآن أمام أمرين، أما أن نطور أو نطور، أما أن نتقدم أو نتأخر، أما أن نكون عندنا ريادة أو نكون نحن تابعين للآخرين، وبالتالي كلما قمنا بعملية تطوير منظومتنا كل ما كان عندنا القدرة بإذن الله سبحانه وتعالى أن ننجح. نحن بحاجة اليوم أن نتعلم من تجارب الآخرين، نستفيد من تجاربهم ونضيف لأنفسنا أيضا أبعاد أخرى في عملية التطبيق. هذا ملاحظة جدا رائعة منك أخي الكريم. كذلك أيضا حتى ترون في الموارد البشرية، نحن ما زلنا حتى الآن يعني نعاني بأن ما زلنا بعيدين تماما عن صدارة العالم، هم يتحدثون عن الموارد البشرية الاستراتيجية، بينما نحن ما زلنا حتى الآن نتحدث عن بداية الموارد البشرية والتعريف بالموارد البشرية وأهمية الموارد البشرية وإقناعهم بها. التسويق أيضا حتى الآن نحن في التسويق غير متقدمين، في كثير من الإدارات والشركات يرون بأن التسويق بدعة، ما يرون أنه يكون موجود. الARP وأنظمة التقنية، كل هذه أشياء أيضا مطلوبة اليوم وفيها احتياج كبير جدا، لكن كثير من الجهات والمنظمات حتى الآن لا يرون عملية الاستثمار فيها، ولا يرون بأنه مهم جدا يكون عندهم هذا الإطار. ولذلك أحبتي الكرام، إحنا يجب أن نعرف تماما أن إحنا بحاجة اليوم أن يكون عندنا إطار فعال، هذا الإطار يساعدنا لأن نقوم بعملية التنسيق والتنظيم. إحنا نحتاج اليوم إلى رقمنا. من يحب أيضا شاركنا؟ دكتور معلش، ليه يعني إحنا في المرحلة هذه؟ هل الموضوع صعب علينا أو إيش المشكلة بالضبط يعني؟ سؤال جدا رائع وسؤال جدا جميل. أنظمة التعليم، نظام التعليم، هو كلما كان نظام التعليم متطابقا مع سوق العمل كلما استطعنا أن نتقدم أكثر. كلما كان عندنا فجوة ما بين سوق العمل وما بين نظام التعليم كلما كان ما عندناش القدرة على المواكبة أسرع. الغربيين عندهم شيء جميل، نظام التعليم اللي عندهم مركز على سوق العمل، يعني إعداد الطالب لسوق العمل، بمعنى أنه ندرسه كيف يكون عنده سوق العمل، كيف يكون عنده القدرة على الانخراط مباشرة في سوق العمل، كيف يكون عنده الأدوات لتساعده فعلا للعمل فيها. الأمر الثاني، هذا العنصر الأول. الأمر الثاني التدريب، تدريب القيادات مهم جدا، وصناعة القيادة مهم جدا يكون عندنا. الأمر الثالث التوظيف والجدارات،
مش توظفه وفق انه والله يعني فلان هذا يعني ينفع خلي يكون مكلف في هذا العمل، لا، يجب التوظيف ان يكون وفق جدارة. العنصر الرابع عندنا التحول من مدرسة الوضعية إلى مدرسة التفسيرية. لابد أن يكون عندنا التركيز على التحول في مناهج البحث العلمي عندنا إلى المدرسة التطبيقية. هذه كلها أيضاً وعوامل أخرى، لكن أرجو أن تنتبهوا الشيء التالي: نحن لسنا أيضاً على هامش العالم، نحن أيضاً من الدول المتقدمة، لكن أتحدث عن الدول اللي تسمى الدول النامية، كلها غير قادرة تواكب حتى الآن. إحنا عندنا الآن قدرات عالية جدا، لكن نحتاج أن نفهم كيف نستطيع أن نقوم بتفعيلها. طيب تعالوا بنا الآن، بناء على ذلك سيأتي الآن سؤال: كيف نفهم الآن عملية الجودة؟ الجودة باختصار أحبتي الكرام، عشان نبني نظام للجودة يجب أن نتمحور حول الزبون أو ما نسميه العميل. وإحنا لما نقول أمس اتفقنا إن لما نقول زبون معنى ذلك الشخص لأول مرة يشتري، ولما نقول عميل الشخص اللي يتعامل معنا لأكثر من مرة، فهذا يسمى من عميل لأنه يتعامل معنا. وقلنا إنه حتى لو تعامل معنا لمرة ومرتين وثلاث وأربع بس هو محتاجنا وما فيش خيار ثاني غيرنا، فنحن لا نسميه الآن عميل، إنما هو من زبون، لأنه هو ما رضي بعايرنا وما قدر أن يعمل فيه. هذا الكلام قلناه أمس، وأرجو أن تعودوا أمس، أن تكلمنا أمس كثيرا عن منع العميل والزبون. اليوم إحنا نقول الجودة دائما، الجودة تركيزها الأساسي أول مبادئ الجودة هو التركيز على العميل. ماذا يريد العميل؟ طيب تعالوا نشوف، عندنا كلمة اليوم سأتكلم عنها، في كلمة عندي كلمة التقاء. ما معنى التقاء أحبتي الكرام؟ ها؟ لما أقول كلمة التقاء ماذا تعني كلمة التقاء؟ نقول ملاقي أو غير ملاقي. ماذا نعني ملاقي أو غير ملاقي؟ هذه كلمة مهمة جدا، أبغى توضح لك مهمة. هذه الكلمة دائما نقول الجودة هي عبارة عن الإيفاء بمتطلبات العميل. طيب كلمة ملاقي ما معنى ملاقي؟ يعني تطابق. في تطابق. يعني في تطابق أو موافق لي. موافق لي. هذه الآن أحبتي الكرام هذا العميل، هذا العميل، هذا العميل هنا الآن، هذا العميل لديه الآن لما جاء يطلب مننا طلب هو عنده الآن الشيء التالي: هو يريد الآن أمرين، جاء يقوم بعملية من الحديث عنها اللي خلاه يشتغل معنا الآن ويأتي عندنا أمرين. أما أن عنده احتياجات، أما أن لديه احتياجات، أو لديه ماذا؟ أو لديه رغبات. فهو في الأساس لما جانا إن عنده رغبات معينة أو احتياجات معينة خلته يأتي يتعامل معنا. هذه الاحتياجات والرغبات شكلت عند العميل الآن، شكلت عنده شيء نسميها توقعات، توقعات لدى العميل. هذا التوقع عند العميل إنه هو ماذا يريد، هذا التوقع الموجود لدى من؟ العميل، عن مستوى الجودة اللي إحنا سنقدمه له. إحنا عندنا منتج، هذا المنتج نحن الآن سنقدمه، هذا المنتج سنقوم الآن بعملية تقديمه. هذا المنتج سنقدمه الآن قد يكون هذا المنتج مطابقاً للعميل وقد لا يكون مطابق للعميل. هذا تصميم المنتج اللي عندنا، فنحن هذا المنتج اللي عندنا الآن فيه، هذا المنتج عندنا الآن له ماذا؟ هذا المنتج، المنتج أو الخدمة اللي عندنا موجودة الآن، هذا المنتج أو الخدمة له ماذا؟ له سلمك الله الآن مواصفات، إحنا حاطين مواصفات خاصة به. السؤال: هل المواصفات اللي انت حاطها الآن لمنتجك وخدمتك تتناسب مع العميل أو لا تتناسب معه؟ هل تلتقي مع متطلباته أو لا تلتقي مع متطلباته؟ إذا حصل عندنا التقاء ما بين متطلبات العميل والمواصفة سوف ننجح. وبالتالي يأتي الآن السؤال: كيف أستطيع أني أقوم الآن بعملية جعل مواصفات العميل تلتقي معنا؟ إذا انطبقت عندنا سيكون عندنا أنواع من الانطباق. هذا الانطباق الجيد اللي يخلي العميل يقول والله في جودة، إيش هو؟ أن نفس المطابقة هذه تطابقت معها بشكل كامل، يقول والله ما شاء الله عندكم جودة، اللي توقعت نفسه ماله هو اللي حصلت عليه. لذلك أحبتي الكرام هناك نموذج أتمنى أنكم تطلعون عليه، مهم جدا عشان توضيع موضوع الالتقاء. هناك نموذج يسمى نموذج الخدمة المقدمة، نموذج يسمى نموذج الخدمة المقدمة، وقد شرحناه على قناة اليوتيوب، أرجو أن ترجعوا له، نموذج القيمة المقدمة. هذا النموذج يقول إن عندنا شيئين، عندنا العميل، كأن العميل دائرة، العميل دائرة. ليش ربطوا في نموذج الخدمة المقدمة العميل على شكل دائرة؟ قال لك أنه ممكن يتدحرج ويروح عند غيرنا إذا إحنا ما قدمنا لهش خدمة جيدة، فممكن العميل ماذا؟ ممكن العميل يتدحرج ويروح عند غيرنا. فإذا عندي الآن أولا لدي من؟ لدي العميل. ما هي متطلبات العميل؟ هذا العميل ماذا يريد؟
فأنت لابد أن تقوم في إدارة التسويق، يجب أن تقوم بعملية اسمها عملية تحليل متطلبات العميل. وعندي أيضا المنتج، وضع المنتج على شكل ماذا؟ على شكل يعني مربع، لأنه يقول لك المنتج عندي الآن كأنه عبارة عن هدية أنا سأقدمها كقيمة أو أقدمها لمن؟ لعميلي. الآن إذا عندنا شيئين، العميل والمنتج، إذا التقوا سيحصل عندنا النجاح. تعال بنا نقسم الآن العميل عندنا، نستطيع أن نقسم عندي العميل الآن إلى شيئين. أقدر أقول عندي العميل عنده أعمال، والعميل عنده أيضا الآن هذا العميل لديه أيضا احتياجات، فبالتالي سيكون عندي الآن العميل بهذا الشكل. ماذا عند العميل؟ أولا في طبيعة أعمال العميل، طبيعة أعمال أعماله، طبيعة أعماله، هذه الشريحة من ماذا يحتاج هو في عمله، ما لماذا جاء يشتري هذا المنتج. أيضا في عندنا هنا الآن بالنسبة للعميل عنده الآن مخاوف، إيش المخاوف اللي عند العميل والشكاوي اللي يخاف العميل إنه تكون في المنتج اللي إحنا سنقدمه فيها نوع من المخاوف. أيضا في عند العميل عنده الآن العميل يتمنى يكون عنده رغبات، إيش الرغبات اللي ممكن يحصل عليها العميل، أشياء إضافية ممكن يحصل عليها العميل تخليه يكون عنده أيضا شيء جديد، شيء جديد. هذه المخاوف ممكن نسمي المخاوف هذه متاعب، متاعب عند العميل، خلنا نقول إن هذه متاعب عند العميل. فهذه المتاعب الموجودة عند العميل تخليه دائما يشتكي، ودائما عميلنا شاعر بأنه ما نقدمه له قد يكون ليس في مستوى الجودة المناسب، اللي نحن نقدمه له قد يكون غير مناسبا من له. فبالتالي هذه المخاوف قد تتحول عندنا الآن إلى جانب آخر نسميه جانب عندي الآن اللي هو عبارة عن متاعب، هنا عندنا متاعب العميل. طيب تعال نشوف الآن ماذا سنقدم نحن الآن هنا عندنا بالنسبة لنا. المفترض لما أجلس أنا كتسويق أول شيء أعمله أقوم بعملية تحليل مواصفات المنتج اللي عندي، هذا المنتج سأقدمه يا ترى الآن ما هي مواصفاته، فأقوم الآن بعملية توصيف المنتج حقي، أسوي توصيف للمنتج أو للخدمة اللي سأقدمها، يا ترى ما هي الآن مواصفات لمنتجي، إيش مواصفات اللي أنا سأعد بها بإذن الله سبحانه وتعالى عميلي. ثم ما هي مزيلات، ما هي مزيلات المتاعب، إيش مزيلات المتاعب اللي ممكن أقدمها وتزيل متاعب العميل عند عميلي. وأيضا ما هي محققات، محققات المكاسب، مكاسب العميل، إيش المكاسب اللي يبغاها العميل، فما هي محققات المكاسب بالنسبة لمن، للعميل عندي، إيش الشيء اللي بيعطيه مكاسب. هذه الرغبات تعتبر بالنسبة للعميل كأنها عبارة عن مكاسب. الآن إذا استطعت، إذا استطعت الآن أن يتلاقى عندي الشيء التالي، إذا تلاقى عندي سلمكم الله، إذا حصل عندي التقى الآن، التقى عندي سلمكم الله الآن اللي هو ما أنا أقدمه، ما أقوم بعملية تقديمه الآن لعميلي، إذا التقى ما أقدمه لعميلي مع ما يريد عميلي، حصل التقاء، فإن عميلي سيحب هذا المنتج وعميلي سيتعامل معايا لأني أنا أقدم له الشيء اللي هو يحبه، فسيحصل عندنا الآن شيء نقول والله العميل حب المنتج. إذا لم يحصل عندنا لقاء فإن هذا العميل سيشتكي وسيترك المنتج وسيذهب. ولذلك دوري لما أقول التقاء معنى ذلك أنه هل تلاقى فعلا، هل توصيف المنتج يتناسب مع طبيعة أعمال العميل، هل مزيلات المتاعب تتناسب مع مخاوف ومتاعب العميل، هل محققات المكاسب، هل فعلا هذه اللي عندي الآن اللي سميها أنا محققات المكاسب، هل فعلا هي تحقق مكاسب بالنسبة للعميل، هل مزيلات المتاعب فعلا تحقق تزيل مخاوف العميل، هل فعلا توصيف المنتج فعلا يتناسب مع طبيعة الأعمال. لو حصل، حصل التقاء، التقى متطلباتي مع الزبون. وإحنا لما نبغى نقيم الآن منظمتنا علينا أن نتمحور حول العميل عشان يصير عندي التقاء لما أنا أقدمه مع التوقعات الموجودة عند العميل، مع الخبرة الموجودة عند العميل. سؤالكم ماذا استفدنا من هذا الكلام؟ أننا إذا لم نقم بهذا ستتدحرج الدائرة ويذهب منا هذا العميل. يا سلام عليك. ولذلك إحنا لما نقول الجودة أساساً هي تركيز على العملاء، والمقام الأول عندنا ثمانية مبادئ للجودة، أول مبدأ أساسي هو التركيز على العملاء. طب ليش؟ حتى لو أنتجنا إنتاج جميل بس العملاء ما يبغونه، إحنا قادرين نسوق، لن نستطيع أن يكون عندنا استمرارية. وهذا الكلام أحبتي الكرام سواء كان في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع الخيري، يجب أحبتي الكرام أن نتوقف عن فكرة أن في عندنا شخص إحنا ماذا نقول عنه، مر راجع، مر راجع، أسكيك المر وترجع لي، هذه كلمة مر راجع.
ليش ما نتوقف عن كلمة مر راجع ونبدأ نفكر بفكرة عميل، أي متعامل يتعامل معايا، لأنه يتعامل معايا لأني أنا أفضل خيار بالنسبة له، أنا أقدم له أفضل خيار، ولذلك هو يرى بالنسبة لي أني صعبت المنافسة على غيري فأنا أفضل خيار بالنسبة له فيأتيني، مش لأني انطلق من كلمة مر راجع. الجودة ليست مر راجع، الجودة هي عبارة عن وجود أفضل خيار لعميلك. ماذا استفدنا أيضا؟ أنت مبدع يا دكتور، الله ينور عليك. الله يجزيك كل خير دكتور، هذا من حسن ظنك. رائع جدا جدا جدا، جزاك الله كل خير. إذا أحبتي الكرام تفضل في داخلة. سيدي أنا بدي أحكي بجوز أنه إذا نظرنا للخدمة حتى اللي تقدمها المؤسسات الحكومية بالخدمات، يعني لا بدي أحكي عن الخدمات لأنه أغلب المؤسسات الحكومية تقدم الخدمات كمنتج من منظور علم البيع، نجد أنه الآن صار في مصطلح الآن الناس تعمل عليه بيقول لك البيع الحكومية، وبالتالي هي تركز على النقاط هاي اللي انت حكيتها، ولكن هم بجزء اختلاف المصطلحات. يقول لك احنا لازم نشوف ما هي الآلام وما هي الأحلام اللي متعلقة فيها، الآلام هي اللي بيعاني منها الآن، وبالتالي أنا أعمل على تخطيطها أو خلينا نقول وضع العلاجي لهذه الآلام، وأيضا أقود إلى الأحلام المستقبلية اللي تمثل الرغبات، وهذا كله حتى أصل إلى رضا العميل بده يكون يعني يمر من خلال رحلة ما بين الحب والثقة والاطمئنان، يعني أنا أحبك أو أقبلك أنت كموظف من خلال أسلوبك، من خلال أخلاقك، من خلال أدائك، وهذا يتطلب أن يكون هناك صفات خاصة موجودة في الشخص من خلال مثل الذكاء الاجتماعي والتواصل وما إلى ذلك، ثم أصل أنتقل بمرحلة القبول إلى مرحلة الثقة، والثقة هون هي الثقة بالمؤسسة، هل أن المؤسسة لديها إجراءات؟ هل إن المؤسسة بالوقت اللي أنا بدي أراجعها إله قادرة على أن تلبي رغبتي وتحقق أحلامي وتزيل آلامي؟ وإذا تحقق في هذا الموضوع تنتقل إلى أعلى المقامات اللي مقام الاطمئنان اللي هو الثقة بالمنتج بالخدمة وليس بالسلام. وبالتالي إذا أنا بحاجة إلى أني والله بدي أروح أجد التمسك مثلاً إلى جزء التعبير، بدي أروح على المكان الفلاني أو على القسم الفلاني لأنه في خدمات ممتازة، في أشخاص مدربين مؤهلين، وأيضا في إجراءات تلبي أحلامي وتحقق طموحاتي. فهاي نقطة مهمة جدا، وهذا يعني جزء من منظور بيعي، إنه الآن صارت الناس كثير في دورات إن شاء الله مش قريبا تنزل اللي هو البيع الحكومي، وهذا هو موضوعها. يا سلام يا سلام يا سلام يا أستاذ أحمد، كلام جدا رائع أشكرك عليه. إذا أذكر أحبتي الكرام، نموذج القيمة المقدمة يوضح لنا أهمية الالتقاء ما بين متطلبات الزبون، وإحنا ليش اخترنا كلمة زبون؟ ممكن تكون غريبة كده كلمة، ليش دائما نقول كلمة عميل؟ لأن هذا الزبون إذا التقى وتأكد عنده وبنية الثقة سيعود ويصبح عميل. هو أول مرة يأتينا، هو أول مرة سمع بالوعود اللي عطيناها كلها، جربنا الأول مرة فما زال زبون، أول ما أخذ مننا وفعلا تكونت عنده الثقة وأصبح يوصي الآخرين بالتعامل معنا أصبح متعامل، خلاص صار يجينا. لكن إذا كان هو إجبارا فهو مراجع أو نسميه مستفيد. يعني إيش مستفيد؟ يعني أنا أنتج ويستفيد بغض النظر راضي مش راضي عن العلاقة، أنا أنتج ويستفيد مستفيد. بينما كلمة عميل معناه أنه متعامل، أي أنه سيعود لنا. طيب هذا ما نسميه نموذج القيمة المقدمة، سبق ما قلته شرحناه على اليوتيوب، من يحب يرجع له سيرجع له بإذن الله سبحانه وتعالى، ويجد عندنا كثير من المعلومات حوله بإذن الله سبحانه وتعالى توضح نموذج القيمة المقدمة وأهميته. طيب تعال بنا نشوف الآن هذا الالتقاء ماذا يعني. فلنقل إني عندنا الآن أنا شخص أريد أشتري هذا القلم، حلو، هذا القلم سمعت عنه، شفت إعلانات عن هذا القلم، ورحت الآن إلى المتجر عشان أقوم بشراء هذا القلم. الآن الصور اللي كنت أشاهدها، الصور والمقاطع الفيديو اللي كانت تتكلم عن هذا القلم الآن موجودة على الواقع. أنا الآن صرت أمام القلم، رحت للمتجر صرت الآن أنا أمام القلم. فالآن أحبتي الكرام في أشياء أنا أستطيع الآن أن أتلمسها، أنا كمستهلك الآن وزبون لأول مرة سأشتري هذا القلم، في أشياء أنا أستطيع أتلمسها. هذه الأشياء اللي سأستطيع أتلمسها، ملمس القلم، شكل القلم أستطيع أراه، رائحة الحبر حقه أقدر أشمها، حتى منظر القلم شكله ديزاينه وإخراجه هذا كله أستطيع أعمله.
بس في أشياء أنا ما أستطيع أن أنا أفحصها كمستهلك. هل أنا أقدر أدخل الآن وأفتح القلم عشان أعرف الآن الزنبرك اللي داخله كم قدرة الاستطالة حقه؟ الآن مدى جودة الحبر الموجود جوا؟ مدى الآن صعب علي هذا كله، حتى البائع ما راح يسمح لي أن أفكك القلم كله عشان أتأكد، أليس كذلك؟ صحيح. إذا أنا الآن سأشتري وفقاً لبعض الأشياء التي أقول أن المصنع أكيد سوى هذا التجربة، فالعلامة التجارية للمصنع أعطتني الجودة اللي تخليني أثق فيهم، أليس كذلك؟ صحيح. وبالتالي أنا ممكن بس أمسك القلم وأجربه على الورق، مش هذا مش زي قلم الدكتور عبد الله اللي يقطع حبره، لا، أنا جربته الآن فوجدت هذا القلم يكتب حلو، هذا مش مؤشر بالنسبة لي جيد إنه معناه حبره كويس، مش زي حبر قلم الدكتور عبد الله يقطع. إذا أنا جربته الآن، لما جربته الآن أنا واثق من من؟ أنا واثق من جودة المصنع، واثق من العلامة التجارية حق المصنع. وبالتالي هنا عندنا نقول كالتالي، نقول نستطيع أن نقول الآن كالتالي، إذا حققت السلعة توقعات الزبون عند استعماله لها، تحققت الراحة النفسية له، اشترى القلم، دفع مبلغ فيه وقدره، أرجع للبيت، كتب بالقلم، فعلاً لما كتب بالقلم، لما أصلاً شكل القلم نفسه، هذا القلم له علامة تجارية، فهذا القلم أعطاه سعر زيادة وحطه عنده، الآن حقق له الراحة النفسية، ويقال لذلك بأن السلعة ذات جودة عالية أو ذات جودة مقبولة على الأقل. ليش؟ لأنها توافقت ما بين شيئين، بين المنتج اللي اشتراه هو وبين القيمة الموجودة عنده، ما بين تصوراته هو وما بين تصديقات بين القلم نفسه، فنقول والله عندنا الجودة مالها مقبولة. إذن تفضل في تعليق. ممتاز، هذا توقعتك بتدافع عن قلمك. لا لا تمام. إذن تذكروا الجودة هنا لما نقول إنه اتوافقت الآن الفكرة اللي في راسه مع اللي عنده. طيب ماذا لو، ماذا لو لا، هو لما اشترى القلم لم تتحقق توقعاته، هو كان يتوقع أن هذا القلم الآن له صيانة، لما راح وجد أنه فيش صيانة، الحبر حق القلم خلص، لما جاي يشتري حبر القلم لقي أن حبر القلم قيمته أغلى من القلم نفسه. هذا قد حصل معي مرة في أحد أقلام اشتريته، حصلت في هذه المشكلة. طيب فإنك تعتبر ذات جودة منخفض، تقول والله أنا الجودة بالنسبة لي طلعت، لا الجودة كان في شيء آخر، أنا توقعت القلم وحده، لكن لما جيت أغير الحبر شفت أن في مشكلة أخرى. إذن هنا عندنا الآن في خدمات أخرى المصنع سيقدمها، واستبقى علاقة ودية ما بينك وبين المصنع تقول إنك توصل آخرين يشترونه ولا ما يشترونه. إذن على هذا الأساس الجودة هي قدرة السلعة أو قدرة الخدمة على تحقيق توقعات الزبون. إذا احنا قدرنا نحقق توقعات الزبون عندنا جودة. وبالتالي أحبتي الكرام، قد تكون السلعة مستوياتها مختلفة، ممكن نحصل عندنا مستويات مختلفة، والسبب أن العملاء عندنا الآن متطلباتهم مختلفة، أليس كذلك؟ واحد يبغى قلم أبو نص ريال، واحد يبغى قلم أبو 5 ريال، واحد يبغى قلم أبو 5000 ريال، أليس كذلك؟ فبالتالي قد يكون للسلعة مستويات مختلفة للجودة وفقا لمواصفات ومعايير فنية محددة تحددها الإدارة العليا في المنظمة. تقول والله أنا عندي أنتج منتجات، مرة من المرات كنت أسأل نفسي سؤال، يا ترى شركة زي الآن مثلا شركة زي تويوتا تنتج هذه الشركة سيارات فخمة جدا زي ليكزس، ليش حطت ليكزس كعلامة تجارية وحدها وراحت حطت بقية السيارات باسم تويوتا؟ ليش؟ السؤال بالنسبة لي، لأنها تبغى تميز العلامة التجارية حق ليكزس وحدها. ما قدرت أستوعب هذا الموضوع إلى مرة رحت أحد الدول، الدولة تعتبر دولة يعني من الدول الفقيرة، رحت لتلك الدولة رغم أنها دولة غنية لكن ما تدرش مواردها بشكل جيد، فهي دولة تعتبر فقيرة. لما رحت عندهم وجدت أن السيارات اللي اسمها تويوتا الغالية لاند كروزر هذه، هذا مستحيل تشوفها عندهم، عندهم سيارات صغيرة جدا، سيارات التويوتا خاصة، حتى ما شفتها عندنا في السعودية هذه السيارات، سيارات خاصة جدا تصنع لهذه المناطق. طيب ليش؟ لأن قدرة المشتري، قدرة المستهلك على شراء السيارة الآن بهذا المبلغ تتناسب مع هذه الدولة. إذا قد يكون للسلعة مستويات مختلفة، قد تكون للسلعة تقدم في مناطق مختلفة، ولكن سؤال، هل تتوقع أنه من ليكسس راح تحصل أسعار رخيصة؟ لا، بس تويوتا ممكن تقدم، ممكن تقدم أشياء صغيرة، أشياء رخيصة تتناسب مع الإمكانيات اللي تعطيها. إذا هنا يأتي الآن دور العلامة التجارية وحمايتها. كذلك أيضا من وجهة نظر المنتج، منتج السلعة نفسه، المصنع اللي ينتج، قد يكون التغيير في الجودة أمر غير محتمل. ليش؟ لأنه يقول لك أنا لو غيرت معناه سيتغير عندي كثير من مواصفات، لذلك أنا أحاول أني بقدر الإمكان أثبت المواصفة عشان أقدر أنتج أكبر كمية. أيضا أحبتي الكرام، السلعة يجب أن تكون مناسبة للاستعمال،
أم وإلا سيكون الأمر محكوما من الزبون ما راح يقبلها. لازم النسبة في الأخير لازم هي تكون مالها قابل للاستعمال وقابل أن تحقق فعلا هدفها بشكل من بشكل جيد. طيب على هذا الأساس أحبتي الكرام أعطيكم مثال. سلعة أنتجت ولكنها غير قابل للاستعمال، طيارة كونكورد. تقولون طيارة كونكورد، طيارة كونكورد تعتبر من أسرع الطيارات الناقلة للبشر اللي تم إنتاجها. سؤال، ليش هذه الطيارة وقفت؟ ليش توقعوا؟ ليش تم الإيقاف؟ الأغلاق اللي حدثت نتيجة الصوت وشكاوى الناس عليها. مكلفة جدا، ويعني ما يقدر يشتريها. تؤدي صوت عالي، شركات الطيران غير قادرة على سماعها. الشيء الثاني هي ما تنفع للمسافات القصيرة. صحيح. يعني من مثلا الآن من السعودية إلى حتى الأردن ما يحتاج كونكورد. لأن هذا بيسبب لأن إذا طرت هذه المسافة مع لازم أنزل على مستوى الأرض، هذا بيسبب إزعاج ضخم جدا لمن للسكان. إذا معنى ذلك إنك لازم تفكر دائما لما تنتج منتج هل هذا المنتج سيتناسب مع الاستخدام ولا لا. وبالتالي يا أحبتي الكرام على هذا الأساس جاء واحد من علماء الجودة اللي هو جوران. جوران يعتبر واحد من رواد الجودة، واحد من آباء الجودة. جوران أكد على أهمية أن يكون المنتج مناسباً للاستعمال. يعني لما تنتج أي خدمة أو تنتج أي منتج لازم يكون مناسب للاستعمال، وحدد صفات خمسة قال لازم تكون موجودة في المنتج. وعلى المصنع وعلى الشركة لما تنتج أي سلعة أن تتأكد أن فعلاً هي مطابقة. أول شيء عندنا رقم واحد الصفات التقانة. إيش التقنية؟ يعني الصفات المصنعية نفسها تشمل القوة، الصلابة، المتانة. أيضا شيء ثاني الصفات النفسية تشمل التذوق، الجمال، الشكل، شكله، شكل المنتج. أيضا الصفات الزمنية تشمل قابلية للاعتماد، الموثوقية، قابلية للصيانة. معنى الموثوقية معنى إني أتأكد إنه لفترة طويلة راح يعمر معايا، مش أشتري قلم بألف ريال أو أشتري قلم بمية ريال وفي الأخير بعد أسبوع يخرب، لا أبغى إنه يكون موثوق فيه. ايضا عندنا الصفات التعاقديه، السعر حقه وشروط الضمان والاتفاق، وهل في صيانه ولا ما فيش صيانه، وهل في احبار له ضمان له ولا لا. ايضا الصفات الادبيه تشمل الامانه واللباقه ولطف موظفين مبيعات لما يجوا يبيعون مني، اسلوبهم، ايضا العلامه التجاريه اللي قدمت من خلالها الشركه نفسها. هذه كلها تصنع عندنا من تصنع عندي الان منتج ذو قيمه عاليه. اذا الان كلما استطعت ان اصنع منتج ذو قيمه عاليه وركز فيها حسب كلام جوران على هذه الخمسة منتجات أنا سيكون عندي الآن إنتاج أكبر. طيب هنا بدأوا يتكلموا عن شيء خطير جدا. إيش هو؟ يجب التحول من التركيز على أكبر كمية من الإنتاج إلى التركيز على الإنتاج النوعي. هنا طلعت حاجة اسمها الجودة النوعية. الإنتاج النوعي ما معنى؟ إن أنا قد بدل ما يكون عندي غابة من المنتجات ضعيفة الرداءة، يعني رديئة وضعيفة، بدل ما يكون ضعيفة الجودة رديئة الجودة، غابة من منتجات، عندي منتجات كثيرة لكن جودتها مالها منخفضة، إلى التركيز على كمية قليلة من المنتجات لكن جودتها جدا عالية، وبالتالي هذه المنتجات تؤدي إلى تحقيق أهداف بشكل أكبر. هنا أتي الآن استراتيجية لاستراتيجية الشركة نفسها. ماذا استختار الشركة من خلال تحليل سوات سنأخذه اليوم؟ ماذا استختار الشركة من تحرك حتى تقول هذا يناسبها؟ إذن بناء على كذا الآن سيصير عندنا الآن تغيير في كل الفكر الموجود. بدأت الشركات الآن الأوروبية والغربية واليابانية وحتى ترى تخيل حتى الصينية الآن بدأت تركز على التوجه نحو إني أركز على منتج قوي وأدعمه بقوة وأحشد كل جهود مصنعي وإدارتي وأعمالي بحيث يكون ذو إنتاجية عالية، أفضل من يكون عندي قابة من المنتجات لكنها ضعيفة. سؤالكم حتى الآن ماذا استفدنا من أفكار جوران؟ أهمية دراسة السوق ودراسة العميل بشكل دقيق جدا يعني. يا سلام. هذا يساعد على إدارة المنتج. يا سلام رائع. إذا أهمية تحليل العميل بشكل ممتاز رائع. أيضا من يحب شاركنا؟ أن من صفات الجودة هي التطابق بين ما تعد به وما تحققه للعميل. فإذا درست فواقع العميل ومجتمع العميل ورغباته وتصوراته أيضا فإنك ستحقق الجودة إن شاء الله. يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك. إذا أحبتي الكرام على هذا الأساس بدأ يطلع عندنا شيء اسمه دورة الجودة. أرجو أن تنتبه، دورة الجودة مهمة جدا داخل أي جهة، سواء كانت جهة خدمية ولا جهة مصنعية ولا جهة تقدم يعني خدمات ومنتجات.
فبالتالي دورة الجودة هي الطريقة التي تضمن بها الجهة التي تقدم الخدمة أو المنتج جودة ما تقدمه. طيب ما هي دورة الجودة؟ دورة الجودة باختصار هي عبارة عن عملية تخطيط ورقابة الجودة أو التفاعل المستمر مع الزبون والعمليات والأقسام الأخرى في المنظمة، فهي عملية تخطيط شاملة. فبالتالي تتطلب هذه العملية وتوضح من خلال الشكل التالي. لاحظوا معايا الآن، عندنا الآن أولا لدينا زبون، هذا الزبون لديه حاجات محددة للجودة، هو يطلب متطلبات معينة يريدها مننا. إحنا الآن جهة، إحنا مصنع، إحنا الآن جهة حكومية، إحنا الآن جمعية خيرية. هذا الزبون، هذا الشخص جاء يطلب مننا أحد الطلبات. تخيل هو ما زال زبون حتى الآن، هو كاستمر، لم يتحول الآن إلى كلاينت، هو الآن ما زال زبون. إذا وجد عندنا الجودة سيأتينا مرة أخرى. هذا الزبون الآن قدم إنه عنده احتياجات، لما قدم الاحتياجات هذه وضحها للقسم اللي في الاستقبال اللي اسمه قسم التسويق. قسم التسويق دوره أن يقوم الآن بعملية تفسير حاجات هذا الزبون والعمل مع الزبون لتصميم السلعة. أنت إيش تبغى؟ ما الذي تريد؟ وهل تتناسب هذه الطلبات اللي قدمها الزبون مع طبيعة قدرتنا نحن العملاتية؟ هل نقدر ننتج هذا المنتج ولا ما نقدر ننتجه؟ هل نقدر نخدم الخدمة ولا ما نقدر نقدمها؟ لأن نحن أحياناً قد يطلب العميل مننا طلبات لا نستطيع، لا نقدر نقبلها، لا تتوافق مع النظام، لا تتوافق مع الشرع، لا تتوافق مع إمكانياتنا، لا تتوافق مع قدراتنا، لا تتوافق مع مجال ترخيصنا. إذن إحنا الآن قسم التسويق سيفسر حاجات الزبون، سينظمها، سيقوم بعملية تصميمها، سيقوم بعملية الآن دراستها ويقوم بتحليلها. هذا الناس اللي يدرسون تسويق يدرسون حاجة اسمها بحوث السوق، ويدرسون شيء اسمه السلوك المستهلك، وبالتالي هم يعرفون كيفية التعامل مع متطلبات الزبون ومعرفة ما هي رغباته. أيضا هم لابد أن يكون على اطلاع كامل بنظام المنظمة وشؤون المنظمة وعمليات المنظمة حتى يستطيع يقدم الخدمة بشكل فعال. هذا التسويق بعد أن يقوم بعملية التحليل سيقوم الآن بإعطاء قسم التصميم، يعطيهم إيش المتطلبات اللي طلبها العميل، ويقول لهم هذه المتطلبات حسب طبيعة عملنا متطابقة مع الترخيص، متطابقة مع أنظمتنا، مع سياساتنا، مع تشريعاتنا، متطابقة مع قدراتنا العملاتية. سيأتي الآن قسم جديد اسمه قسم التصميم، أو نسميه قسم التخطيط أو قسم الهندسة. كلمة هندسة هنا جاءت من فين؟ هو القسم الهندسي اللي يقوم بوضع الرسومات للمنتج والخدمة اللي سنقدمها على شكل رسم خرائط تدفق إجرائية توضح ماذا سيتم عندنا. هذا القسم سيقوم الآن بعملية تحديد مفهوم التصميم، سيصمم الخدمة، سيصمم كيف سيتم إجراء الخدمة، كيف سيتم إجراء المنتج، سيحدد المواصفات، كيف ستكون مواصفات إنتاجه، سيحدد خصائص الجودة في هذا المنتج أو هذه الخدمة، متطلباته. وبناء على ذلك قسم التصميم سيقوم الآن بعملية إعطاء مواصفات. هذه المواصفات سيأخذها قسم آخر اسمه قسم الإنتاج. قسم الإنتاج هو اللي قسم المسؤول عن إنتاج السلعة أو الخدمة داخل المنظمة، الخدمة المعنية. وسيقوم هذا القسم نفسه بعملية رقابة داخلية على جودة الخدمة اللي عنده، وسيضع خطة أيضا لمتابعة الجودة. وهذا القسم بناء على ما سينتجه سيكون عندنا الآن عملية تقديم من السلع، فسيقدم السلعة للزبون. الزبون سيفحص هذه السلعة، إذا وجد أن هذه السلعة مطابقة وإنها فعلا تتوافق مع توقعاته وإنها فعلا تحقق ما يريده، فإنه سيعود مرة أخرى وثالثة ورابعة، لأنه وجد أن عندنا فعلا الجودة، نحن قادرين ماذا نفعل، نلبي احتياجات هذا الزبون وعندنا قدرة على الوفاء بها. هذا ما نسميها دورة الجودة. تعالوا نفصل أكثر في دورة الجودة. في هذه الدورة اللي اسمها دورة الجودة نستطيع أن نقول أولا أن الزبون هو الذي يحدد حاجات، وغالبا عن طريق الوظيفة التسويقية وبحوث السوق نستطيع استقصاء ما الذي يريد الزبون. إذا حجر الزاوية بالنسبة لنا هو الزبون، ماذا يريد، ما هي رغباته، ما هي احتياجاته. وعلى إدارة التسويق أن تقوم بالتحليل، ولذلك الطالب في التسويق يدرس 4 سنوات، يدرس تحليل الزبون، تحليل احتياجاته، تحليل توقعاته، حتى الشكل اللي يحبه الزبون، حتى المذاق اللي يحبه الزبون. يجب أن نقوم بتحليل الزبون. ليش؟ لأن كلما نفذنا ولبينا ما يريد الزبون ثم بعد ذلك تجاوزنا توقعات الزبون سنوصله العميل. إذن أولا الزبون، بعد ذلك يجب علينا أن نركز أيضا على العملية الثانية وهي الحاجات. هذه الحاجات أما أن تكون موضوعية وموضوعة بشكل مباشر من قبل الزبون أو مكتشفة عن طريق بحوث التسويق، لكن لابد أن نكون حصرنا الاحتياجات الموجودة عند العميل. ماذا يريد هذا الزبون؟ ما هي احتياجاته بالتفصيل؟ لأن بعض الزبائن ما يعرف يقوم بعملية الآن توصيف ما يريده، فإحنا لابد أن يكون عندنا حصر جيد لها. ثم بعد ذلك عندنا الآن قسم الهندسة أو قسم التصميم،
بدوره أنه يقوم بعملية تحويل السلعة إلى الآن إلى مواصفات وخطط ويحددها وفق الحاجات. إذن يقوم بتصميم الشيء المتطلبات الموجودة الآن، يحولها الآن إلى تصميم. هذا التصميم يعمل على أن يكون موافقاً وملاقياً لمتطلبات الزبون، تذكروا في القيمة المقدمة أن يكون ملاقياً لما يريد الزبون. ثم بعد ذلك ويتلائم أيضاً مع إيش؟ مع القدرة الإنتاجية، لأنه لو صمم الآن على الورق كلام جميل ورائع، ولكنه الآن غير متوافق مع قدرتنا الإنتاجية، فما إحنا قادرين أصلاً ننتجه. ولذلك لابد أن يكون أيضاً ملاقياً للقدرة الإنتاجية. وهنا عندنا كلمتين مهمة جداً يجب أن تكون موجودة عندنا، كلمة اسمها الآن الواقعية ويمكن تحقيقه. الواقعية، هل هو واقعي بالنسبة لي أنا لمنظمتي؟ هل هو واقعي لخطوط إنتاجي وإمكانياتي؟ ويمكن تحقيقه، هل المنظمات الأخرى والمنافسين قادرين على تحقيق هذا أم لا؟ ثم بعد ذلك يجب أن يحددوا بشكل مباشر المواصفات، ما هي المواصفات اللي سننتج عليها؟ المنتجين لما تأتيهم الآن تأتيهم كراسة فيها خرائط تدفق، ويأتيهم دليل سياسات وإجراءات، وسيأتيهم مواصفات معايير بكيفية الإنتاج، درجة الحرارة كم ستكون موجودة، اللون إيش بيكون، الملمس كيف بيكون شكل المنتج. فهذه المواصفات تؤسس جودة التصميم، وعندئذ يجب أن يعمل القسم الهندسي مع قسم الإنتاج عشان يتأكد أن الناس العاملين في الإنتاج فعلا عارفين وفاهمين الشيء اللي صممنا عليه، ولا سيصبح عندنا فجوة. قسم الإنتاج هذا المطلوب منه أنه إذا كان في صعوبات تواجهه، لازم عليه أن يرفع طلبات لقسم التصميم، يقول لهم إحنا والله عندنا يا جماعة بعض العمليات ما إحنا فاهمينها، أو بعض موظفينا غير مدربين، أو بعض موظفينا غير مؤهلين، فعندنا قد يكون حالة عدم تطابق. إذا لازم يتأكد قسم الإنتاج أنه جالس ينتج وفق الشيء اللي وضعه قسم التخطيط. لذلك يا جماعة السؤال، نسبة الإبداع في قسم الإنتاج كم تكون؟ الإبداع هو الإتيان بشيء جديد. هاي يا جماعة نسبة الإبداع كم مفروض تكون؟ الإبداع هنا مفروض أن يكون الإبداع يساوي كم؟ صفر. ليش صفر؟ يعني ما نبغاش إبداع من قسم الإنتاج، نبغى قسم الإنتاج يقوم بعملية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع قسم التصميم. لأنه كلمة إبداع وإحنا جالسين ننتج معناها خروج عن المواصف، تذكروا. لذلك طيب أنا عندي يا أخي، عندي وانا جالس انتج وجدت والله يا اخي انه في عندي شيء جديد، عندي فكره جديده. ممتاز، قدم طلب اسمه طلب تغيير. اذا وجدت ان عندك فكره جديده، قدم طلب اسمه طلب تغيير. وهذا الطلب التغيير راح يروح لفين؟ طلب التغيير راح يروح عندنا الان الى قسم ايضا التصميم مره اخرى، وهم سيقوموا بعمليه تغيير التصميم، او سيشعرون ايضا من التسويق، عشان التسويق يشعر من الزبون ان في تغييرات حصلت. لكن من عندك تغير كقسم إنتاج؟ لا، أنت قسم إنتاج مفروض عندك الآن ما خطط له تقوم بتنفيذه. جيد. أيضا عندنا الآن بعد ذلك قسم الإنتاج، هنا الآن سيكون عندنا عملية مهمة جدا بالنسبة لنا، أنه قسم الإنتاج إذا وجد أنه في أشياء يبقى لها تحسين، هذا التحسين سيرفع به طلبات تغيير، ثم يكون عندنا عمليات التحسين. وبعد ذلك لابد من تسليم السلعة أو الخدمة للزبون تماما كما تم وعد الزبون بها تماما، وعندئذ تتكرر دورة الجودة من جديد مرة ومرتين وثلاث وأربع. أي منظمة من المنظمات مهما كانت طبيعة عملها لازم يكون عندها دورة مثل هذه الدورة، لازم يكون عندها دورة زي ذي عشان تضمن أن عندها عمليات ذات جودة من عالية. سؤالكم، ماذا استفدتم، ماذا تعلمتم من هذه الدورة نسميها دورة الجودة؟ ماذا استفدنا؟ يعطيك العافية دكتور محمد، ما شاء الله تبارك الله. أعتقد أن الحاجات الزبون هي الأساس، لأنه في الغالب الزبون ما راح يجي لقسم التسويق يقول له أبغى المنتج هذا. في النهاية إحنا لازم نتوقع إيش حاجات الزبون، نبحث عن ألمه، نبحث عن احتياجاته، وبعد كذا نصمم الأشياء هذه بالبحث في السوق. يا سلام، جميل. إذن مفترض أن إحنا يكون عندنا بحث كافي عن ماذا يريد زبوننا حتى نستطيع نصل لما يحتاجه. جميل، رائع. ماذا أيضا استفدنا؟ أنا استفدنا، معلش أنا أقول إن استفدنا إنه من دورة الجودة هو يعتمد على ثلاث محاور، هو التخطيط للجودة ومراقبة الجودة وتحسين الجودة. يا سلام. عفوا دكتور، أهمية البيانات في الموضوع هذا، يعني أنا أشوفه مهم جدا إنه تكون في داتا أقدر أبحث في السوق، لأنه الداتا عندنا تقريبا شبه معدومة عندي على أساس إني أبحث احتياجات السوق قدراته. إمكانياتهم، الشريحة المستهدفة،
يعني أعتقد ما في عندنا إلا إس تي سي الآن هي اللي عندها المقدرة وما شاء الله بدأت تبيع كل شيء. صحيح، ولذلك لو تلاحظ أمس كان لما تكلمنا عن فريق الجودة وضعنا ضمن فريق الجودة أحد الأشخاص شغله محلل بيانات، وأيضا لو اليوم التطور الحالي حول حاجة اسمها التنقيب في البيانات. التنقيب في البيانات هو أحد المجالات اللي الجودة أكدت عليها والجودة تدعمها بشكل كبير جدا. طيب إذا أحبتي على هذا الأساس إحنا بحاجة الآن أن يكون عندنا دورة نسميها دورة الجودة. هذه دورة الجودة عشان تستطيع يكون عندنا تخطيط جيد للجودة فيها تتطلب مجموعة من المتطلبات، لابد اتباع مجموعة من الخطوات. أول خطوة لابد من تحديد مواصفات الجودة وخصائصها. إذا معناه لازم نحدد إيش هي مواصفات الجودة اللي راح نقدمها لعميلنا، إيش الشيء اللي راح نعده. أيضا لابد من تقرير الكيفية التي تقاس بها كل خاصية، نقول لعميل إحنا كيف سنتأكد إنه كل خاصية من خصائصنا فعلا قادرين نلبيها، وإحنا فعلا عندنا الآن هذا المنتج قادرين نقوم بعملية إيصاله الآن لعميلنا بالشكل السليم. إذا لابد أنه كل خاصية نوضح كيف سنقيسها ونتفق مع الموظفين اللي عندنا ونتفق حتى مع عملائنا على كيف ستكون. أيضا وضع معايير للجودة، هذه المعايير سواء كانت معايير داخلية أو معايير خارجية تكون واضحة ومنشورة ومتفق عليها. كذلك أيضا لابد من تحديد برنامج للمعاينة الواجب الالتزام به من قبل العمال. يعني إحنا الآن أنتم كعمال وأنتم شغالين لازم يكون عندهم حاجة اسمها التفتيش وضبط الجودة والتأكيد على الجودة، ويعرفون عمالنا أن المدراء والمشرفين عليهم لابد أن ينزلون كل مرة عشان يتأكدوا أنه فعلا إحنا جالسين نشتغل بالطريقة الصحيحة. فيصير عندنا الآن جولات، هذه الجولات رح نسوي عندنا حلقات سميها حلقات الجودة عشان نستطيع نحسن بشكل مستمر ونعرف أن نكتشف أي خطأ بسرعة. أيضا لابد من الاستمرار في القيام بالتحسين، لازم نحسن ونحسن ونحسن بشكل مستمر. إذا أردنا أن نبني نظام جودة فعلينا أن نراعي هذه الخمسة. أيضا هناك أمور أخرى سأتحدث عنها بعد قليل، بس سؤالي لكم ماذا تعلمتم من هذه الخمسة التي يجب مراعاتها؟ الدكتور لو ما عليه الدكتور، المفروض أنه مثلا أنه تحديد مواصفات الجودة المفروض أنه أهم من التحديد مواصفات الجودة وتحديد منهم العملاء الداخليين والخارجين. بلا شك هذا ما سيقوم به قسم التسويق. قسم التسويق هو سيقوم بعملية تحليل شرائح العملاء وتحليل أيضا منهم العملاء الداخليين والخارجين. وعند قسم التسويق حاجة اسمها العملاء الداخليين وعملاء خارجيين وعملاء أيضا أساسيين وعملاء ثانويين، ويسميهم كلهم يسميهم ستيك هولدرز أو أصحاب المصلحة. فبالتالي سيقوم بتحليلهم كلهم وراح يعطيك من هم العملاء المترقبين ومن هم العملاء أيضا الفعليين ومن هم العملاء النشيطين ومن هم العملاء أيضا الداخليين، من هم في مجلس الإدارة، من هم موظفين. هذا كله يجب أن نقوم باسم التسويق. عمدة أجب سؤالك؟ صحيح، لكن اللي أذكره أنه من عملية التخطيط هو تحديد العميل الداخلي. إذا أنا ما أدري إذا أنا فاهم الشيء غلط، إنه تخطيط الجودة ومرتكز الركيزة الأولى اللي هو تحديد العميل الداخلي والعميل الخارجي. صحيح، بس مش أنا اللي أحدده، يحدده قسم التسويق. هم يقول لي مين العميل أنا بدي أشتغل عليه. ممتاز. أنا قسم جودة، نعم صحيح لازم أحدد. ما في تخطيط بدون ما تعرف أنت جالس تقدم الخدمة لمن، بس مش أنا الإدارة المعنية بهذا الموضوع. الإدارة المعنية بهذا الموضوع هذه المعلومة تحديدا قسم التسويق. أنا اللي أعرفه أنه مو بس حتى التسويق، أنا أتكلم بناء على إدارات حكومية، يعني كل إدارة هي معنية بعملائها الموجودين هذا سواء داخلي أو خارجي. الآن هذا اللي هي إدارة العلاقات العامة اللي عندك. صحيح ممتاز. واتصال المؤسسة صحيح. وبالتالي أنا الآن أجلس معهم وأقول لهم يا جماعة تعالوا أنتم محددين مين محددينهم، مين الشرائح اللي عندكم، لأنه هذه الآن لابد نجلس معهم عشان نسمع منهم. أنا زي ما قلت لكم أمس نحن في الجودة إدارة استشارية، فيجب أن لا نقوم بكل عمليات وحدة، لأنه قلناها كل وحدة ما راح نقدر ننفذ شيء. أسألي مداخلة قيمة منك أشكرك عليها، تفضلوا شاركونا أيضا حبتي الكرام. إذا تذكروا الشيء التالي، يجب علينا أن نقوم أولا بالتخطيط لرقابة على الجودة دائما. لابد يكون عندنا مواصفات وخصائص للسلعة أو للمنتج أو للخدمة واضحة. بدون خصائص بدون بطاقة وصف ما راح نقدر نراقب بشكل جيد. أيضا يجب علينا أن يكون مخططين الجودة نفسهم للمواصفات نفسهم يعرفون تماما ما هي الميزات المهمة بالنسبة للزبون وإيش هي الميزات الثانوية. وهنا سيكون عندنا نموذج سنتعرف عليه بعدين يسمى نموذج كانو عشان يحدد إيش هي الأشياء الأساسية للعميل يبغاها وإيش الأشياء الثانوية عشان نحطها أيضا في حسباننا. يعني في الأشياء الأساسية نسميها أشياء جوهرية يجب أن تكون موجودة.
أيضا يجب على مخططي الجودة تحديد الطرق الفنية لقياس خصائص المنتجات وكيف يحددوا المعايير التي يتم عليها بشكل كمي وكيفية جمع البيانات والمعلومات عنها. أيضا يجب على مخططي الجودة تحديد المعايير التي يتم عليها بناء برنامج الجودة ومعاينتها. هذا كله سيتطلب مننا أنه نقول كالتالي: الموظف لما سيقوم بعملية الرقابة أثناء عملية الإنتاج مش دوره بس يراقب، لا، هذا الموظف لا يعني أنه دوره بس يعاين وأنا جالس أشتغل بس، لا تعتبر عملية معاينة للسرعة لكشف الأخطاء عملية كافية، لا، يجب على العمال أن يحددوا سبب كل مشكلة، إيش السبب وتصحيح والاستمرار في عملية التحسين، مش بس يقولوا في مشكلة في خطأ، لا. لذلك بكرة سيظهر عندنا شيء اسمه ماذا؟ بكرة عندنا سيظهر عندنا اسمه حلقات الجودة. ماذا لو أن أحد الموظفين اكتشف أثناء التغليف ولا أثناء الإنتاج اكتشف خطأ معيب، فدوره مش بس يقول والله في خطأ، لا، دوره أنه يبلغ ويعطي الآن بلاغ، وهذا البلاغ ماذا سيفعل؟ راح يخلينا نبدأ نعقد حلقة اسمها حلقة جودة عشان نحسن بشكل أفضل. أيضا من مهم جدا أن نتذكر أنه من أجل تخطيط ورقابة الجودة لابد من القيام بالمعاينات، لازم نسوي معاينات كثيرة ونسوي اختبارات على كل من المدخلات والعملية والمخرجات وبشكل دوري، وبالتالي كل جميع مراحل الإنتاج لازم تكون مراقبة وبشكل كبير جدا عشان يكون عندنا جودة فعالة. إذا على هذا الأساس أحبتي الكرام، نحن نتكلم عن فكر كل المنظمة المفروض ستنخرط فيه. سؤال لكم حتى الآن: ماذا استفدنا؟ ماذا استفدنا؟ تفضلوا شاركونا. بجوز سيدي، يعني نقطة مهمة اللي الحدث، جزء آخر نقطة تحدث فيها إنه الجودة هي ثقافة يجب أن تكون مغروسة في كل الأشخاص الذين لهم علاقة في العملية الإنتاجية من بداية التقاء الزبون إلى الشخص الذي يقوم بتسليم المنتج للزبون، وبالتالي أي خطأ اللي حكيت عنه يجب أن نقوم بالإبلاغ عنه، وهذه بجوز ثقافة موجودة في كل المنظمات اللي بيسموها حتى الجست كلتشر، الإبلاغ عن الخطأ وأسبابه مقابل بعض الامتيازات للموظف، وليس فقط الإبلاغ أيضا معرفة ما الخطأ، وبالتالي بهكذا تستمر عملية التحسين المستمر، وأيضا نضمن بقاء الجودة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج، لأن السكوت عن الخطأ في المرحلة ألف أو المرحلة باء حتما سيؤدي إلى خطأ أكبر منه في المرحلة الجاية. يا سلام عليك. مدية الإنتاج. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. عفوا دكتور أقدر أقيم جودة المنتج قبل لا أبدأ في إنتاجه؟ مثلا جات فكرة، هل أقدر أقيمها؟ هل جودتها جيدة؟ أقدر أبدأ تنفيذها وبعد كده أمارس عليها نظام الجودة؟ أو لا لازم أنفذ وبعد كده؟ في مجموعة أدوات ممكن تساعدك على إنضاج الفكرة. في أدوات الآن خاصة في عملية التسويق يسمونها أدوات الآن إنضاج الفكرة، وهذه في أدوات كثيرة من ضمنها أداة التفكير المنطقي، في أداة التصميم الأولي، في مجموعة أدوات. طيب تعالوا بنا الآن نتكلم عن شيء مهم جدا: كيف نخطط للجودة؟ ما هي عملية تخطيط الجودة؟ أنا أبغى أبني نظام جودة عندي في شركتي أو في منظمتي أو في مصنعي أو في دائرتي الحكومية، كيف أستطيع أن أقوم الآن بعملية التخطيط للجودة؟ هل التخطيط للجودة هو تخطيط مختلف عن التخطيط الاستراتيجي والتخطيط التنفيذي والتشغيلي اللي حاصل أصلاً عندي؟ أنا عندي خطة يا أخي، وعندي رؤية، وعندي الآن أهداف، وعندي استراتيجيات، وسبق أني خلاص خططت، فهل الجودة ستكون حملاً إضافياً على الخطة؟ يعني أصير عندي خطة استراتيجية وخطة تنفيذية وخطة تشغيلية وخطة للموظفين وخطة للجودة، هل هكذا يعني ستكون عندي حمل جديد؟ ولا الخطة هذه التخطيط الجودة هي عملية مضمنة ضمن عمليات التخطيط، يعني المفروض أنها ضمن عمليات التخطيط التنفيذي، هي أصلاً نازلة من ضمنه، زي مثلاً الآن الموارد البشرية وإدارتها هي من ضمن عمليات التخطيط التنفيذي، زي مثلاً الآن العمليات والبرامج هذه ضمن عمليات تنفيذية، كيف تتعامل معها؟ عملية التخطيط الجودة تعتبر حجر الزاوية بالنسبة لعملية الجودة. لاحظوا معي، يمكن أعرف الجودة، تخطيط الجودة على أنه النشاطات اللي تهدف إلى تحديد أهداف ومتطلبات الجودة وعناصر تطبيق نظام الجودة في المنظمة. يعني نقدر نقول عملية تخطيط الجودة هي اللي راح تحددنا أمرين، راح تحددنا أولاً ما هي الأهداف، معلش ثلاثة أمور ستحدد، هي ثلاثة أمور: الأمر الأول ما هي الأهداف اللي نبغاها، إيش الأهداف اللي إحنا مستهدفينها عندنا الآن في الجودة، الأمر الثاني إيش هي المتطلبات عشان نقدر نحقق هذا الهدف، ثم إيش هي العناصر اللي يجب مراعاتها في عملية تطبيق الأمر. إذا عملية التخطيط هي عملية تنبؤية
أرجو أن تنتبهوا للشيء التالي، أعيد مرة أخرى، تعريف التخطيط هو عبارة عن عملية تشاركية تنبؤية، تشاركية تنبؤية. طيب ليش؟ لبرمجة الأهداف والموارد والوسائل التي تحقق النتائج بكفاءة وفعالية. طيب أين المشكلة اللي عندنا في التخطيط؟ كان زمان عندنا مشكلة جماعة أن بعض الإخوة يتوقع التخطيط محط في الرأس، هذه كانت مشكلة والحمد لله انتهت، صاروا الآن يعرفون التخطيط يجب أن يكون مكتوب، الحمد لله انتهينا منها. بس باقي عندنا مشكلة ثانية، تعرفون إيش هي؟ أن بعض الأفراد يريد أن يخطط للشركة كلها وحده، يقول أنا مدير التخطيط والمدير العام طلب مني لازم أحط خطة وأنا لازم أجلس كذا وأحط خطة. تقول يا حبيبي مش هذه مش واجب منزلي أنت تحله وحدك، هذا عمل تشاركي لازم يشاركون معك فيه مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام. ليش؟ طيب عشان يتكون عندنا كلمة يا جماعة سأقولها لكم كذا، تذكروها، سأكتبها هنا، سأكتبها كذا كبيرة وسأقول لكم بشكل عام إيش تعني. في كلمة كذا عندنا يسمونها في الجودة، يسمونها إدماج العاملين. الجودة كلها قائمة على كلمة اسمها كلمة إدماج العاملين. ما معنى إدماج العاملين؟ يعني لما يتكلم عن تخطيط الجودة لازم العاملين نفسهم كل شغالين في خط الإنتاج والعملية نفسها بالكامل يجب أن يندمجون معك ويدخلون معك في عملية تخطيط الجودة. باختصار إدماج العاملين بالعامية تعني إيش؟ بالعامية كذا بالعامية تعني ماذا يا جماعة؟ ها توريط العاملين، ورطهم معك، توريط العاملين، خلهم يا أخي يحسوا إنهم عندهم ولاء، إنهم مشاركين. يا أخي حرام صدر حقهم، يا أخي حرام صدر حقهم بأنك أنت تخطط وحدك عشان بس توري المدير العام أنا والله طلبت مني خطة أنا جهزت لك الخطة. لا، هي مش نسخ ولصق، هذه عبارة عن عملية تكون مخطط لها. طيب إيش تشمل عملية التخطيط هذه؟ ماذا تشمل؟ هل هي إضافية كما قلنا على الخطة؟ هي تشمل ثلاثة أشياء. أولا عملية التخطيط هذه، بعض الملاحظات المتعلقة بهذا التعريف، أولا يجب أن تغطي تخطيط الجودة تخطيط السلعة والخدمة وتحديد وتصنيف وترجيح صفات وخصائص الجودة بالإضافة إلى تحديد الأهداف ومتطلباتها ومحددات الجودة. يعني إذا كان ضمن الخطة الموجودة في الخطة التنفيذية مكتوبة هذه كان بها، ولا سنضيف جزء اسمه جزء جودة المنتج نسميها خطة المنتج، نحدد فيه تخطيط السلعة والخدمة إيش طبيعتها، نحدد فيه تصنيفها، نرجح الصفات، نكتب فيها الصفات والخصائص الجودة راح نطلعها، نحدد الأهداف ومتطلباتها ومحددات الجودة. أيضا رقم اثنين، يجب أن التخطيط التشغيلي والأولي هو إعداد لتطبيق نظام الجودة، يتضمن التنظيم والجداول، متى راح نجلس، متى راح نسوي تفتيش، من سيقوم بعملية التفتيش، من سيقوم بعملية الرقابة، من سيسوي زيارات المدابقة، من سيسوي عملية التدقيق، وبالتالي لابد أن نحدد من سيطبق نظام الجودة، ننظم عمليات الجودة، نجدول عمليات الجودة، لازم تكون موجودة عندنا في الخطة التنفيذية عشان نسوي زيارات نتأكد نحن فعلا جالسين نقوم بعملية تفتيش. أيضا يجب عندنا أن نقوم بإعداد خطة للجودة نضع فيها مراجعات، متى سنراجع الجودة، متى سنحسن الجودة، هذه الخطة تكون فيها خطة للرقابة على عمليات الجودة، خطة لتدقيق عمليات الجودة، خطة للتحسين المستمر لعمليات الجودة. إذا إحنا الآن يجب أن ندخل في عمليات التخطيط عندنا عنصر خاص مهم جدا يركز فيه على عنصر الجودة، مش إن إحنا نصير تحول إدارة الجودة إلى إدارة تخطيط، لا، إنما إدارة الجودة راح تجلس مع إدارة تخطيط الجودة وتبدأ تقول لهم هل البعد هذا موجود عندكم ولا مش موجود؟ إذا مش موجود عندكم تعالوا نطوره عشان نبني شراكات سوية. سؤالكم ماذا استفدنا من هذا حتى الآن؟ اسمع منكم يا شباب. دكتور محمد، يعني لو تعريف اللي تخطيط الجودة، أنت قلت إنه النشاطات التي تحدد أهداف ومتطلبات الجودة وعناصر تطبيق نظام الجودة. طيب أنا ما أشوف اللي هو قيمة التطوير بالموضوع، إنه مثلاً تطوير العمليات، تطوير المنتج. شوف هناك، شوف عندك اللي صار تحت. إيه، يعني ما هو من ضمن لو تعريف تخطيط الجودة مثلاً؟ ما هو الآن لا، مش لازم يكون كل شيء بالتعريف، أهم شيء يكون في التعريف له توضيحات للتعريف، شروحات له. وإذاك أنا ليش كتبت بعض الملاحظات متعلقة بهذا التعريف؟ متضمن فيه، لأنه عناصر، كلمة عناصر تطبيق نظام الجودة، كلمة نظام الجودة إيش هو؟ نظام الجودة قائم كله على دورة اسمها دورة شوهارت. دورة شوهارت إيش هي؟ خطط، نفذ، أدرس، حسن، أليس كذلك؟ صحيح. إذن هي مضمنة فيه. وذلك لو تلاحظ، شوف عندك اللي صار أسفل، راح تلاحظ من ثلاثة خطط التحسين مستمر لعمليات الجودة، لأنها مضمنة. أوكي، هو خطط لتحسين المستمر لعملية الجودة، وأنت تتكلم كده بالعمليات، لكن كمنتج، حتى المنتج نفسه، تطوير حتى المنتج،
كل شيء عندنا راح نقوم بتحسينه. هذا عندنا عشان كذا عندنا احنا يوم خاص اليوم السادس عندنا هذا الامر، ولكن انتظر علي شوي في الشريحه القادمه راح تجاوب على السؤال بشكل اكثر عمقا ان شاء الله. بس انا اشكرك على هذه المداخله. تعالوا بينا نشوف الان ايش اللي يتضمنه هذا التخطيط. عمليه تخطيط الجوده ايش تتضمن؟ عمليه تخطيط الجوده تتضمن اربع عناصر اساسيه، اربع مراحل عشان يكون عندك نظام جوده داخل شركتك او منظمتك. اربع عناصر اساسيه. اول عنصر عندنا جوده التصميم. لازم يكون عندك تصميم للمنتج او السلعه او للعمليه وانت جوده ذو جوده عاليه، يعني عندك خرائط تدفق، عندك عمليات الان واضحه للمنتج كيف بيكون شكله، فالتصميم يكون جيد. رقم اثنين لابد يكون عندك جوده المطابقه، يعني عندك الان عناصر مواصفات محدده تستطيع من خلالها ان تقوم بعمليه التطبيق عشان تتاكد من عمليه انه مطابق ولا غير مطابق، فلازم تكتب مواصفات، هذه المواصفات تحدد كيف انت راح تجري عمليه التدقيق. ايضا رقم ثلاثة لابد يكون عندك القدرة على العملية، هل عندك القدرة العملية فعلا على تنفيذ هذه العملية وفق الجودة التصميم الموجودة للتأكد انه فعلا هذا الجزء مطابق ولا غير مطابق. ثم عندنا رقم أربعة لابد يكون عندي جودة الأداء، هل فعلا انا عندي الان لما قمت بالتنفيذ هل التنفيذ فعلا ذو جودة ولا لا. ثم بعد ذلك لدي التغذية الراجعة اللي فيها تعطي عمليات التحسين مستمر، لانه لما احصل على تغذية راجعة راح احسن عمليات تصميمي وبالتالي سيكون عندي الان عمل بشكل اكبر. إذن عمليات تخطيط الجودة ستحوي أربع مراحل أساسية: جودة التصميم، جودة المطابقة، قدرة العملية، قدرة جودة الإدارة، جودة الأداء. تعال نتعرف على كل واحدة من هذه بالتفصيل ونتعرف عليه بعمق أكثر. جاهزين؟ أولاً عندي جودة التصميم. جودة التصميم هي الجودة التي تحدد للسلعة على أي شكل سيكون، توضح لنا بشكل رسوم ومواصفات بحيث تضمن لنا كيف سيجري العمل، تحدد لنا كل خطوة من الخطوات وتحدد لنا المعايير اللي بناء عليها بني هذا الجودة، وأيضا تحدد لنا طبيعة المنتج، لونه، حجمه، وزنه، وإذا كانت خدمة تحدد لنا لبس الموظفين اللي سيقدمون الخدمة، المكان، طبيعته، الإجراءات اللي راح تتم، كيفية الإجراءات، النماذج المستخدمة، الوقت، الزمن المستغرق، فبالتالي ستحدد كل شيء سيكون. وفقا لذلك فإن جودة التصميم تعتبر عن الجودة التي يضعها المصمم، المصمم كيف سيكون منتجه، كأنه عبارة عن شخص يضع الآن السيناريو الخاص بهذه الخدمة كيف سيتم إنتاجها، وهذا المنتج الآن اللي سيقدمه يجب أن نقوم بعملية قياسه. جودة التصميم قبل إنتاج السلعة تقاس بأن احنا لابد نتأكد أنها فعلا واقعية وأنها موضوعية وأنها فعلا تتناسب مع طبيعة خط الإنتاج، وتقاس أيضا بمدى تلبيتها لمن؟ للعملاء، هل احنا فعلا الان هذا مطابق للعملاء وما يريده ولا لا. كذلك ايضا نكلف قسم التسويق بان يسوي دراسه مسح للسوق عشان نعرف مستوى اللي سنقدمه مناسب، افضل، اقل، يتناسب مع الشريحه اللي عندنا، مع منافسين ايضا يتعامل معهم ولا لا. فلا بد يكون عندنا دراسه للتعرف على السوق. ايضا في جوده التصميم هناك مصدرين اساسيين للحصول على المتطلبات، اما متطلبات احدهما داخلي، في من داخل المصنع نفسه في عندنا متطلبات داخلية، نقول والله يا أخي احنا خط إنتاج أنا ما أقدر أنتج يوميا أكثر من حدود ما أقدرش، أنا مثلا عندي مغسلة ثياب ما أقدر يوميا أغسل أكثر من حدود 400 قطعة، هذا إمكانية اللي عندي. ليش؟ لأن عندي موظفين باثنين بس ما أقدر أكثر من كذا، فهذه اسمها من متطلبات داخلية. أنا والله يا أخي مشكلتي ما عندي ترى إلا فقط غسالتين، فهذا من متطلبات داخلية. أو متطلبات خارجية هي ناتجة عن من؟ هذه عبارة عن ضغوط من الحكومات أو من الدول أو من المعايير أو من المنافسين أو من مجال الصناعة نفسها، وبالتالي تعطينا متطلبات في التصميم. إذا في عندي الآن شيئين لابد على اللي يقوم بعملية تصميم المنتج، تصميم الخدمة، لابد أن يدرس المتطلبات الداخلية، إحنا مدى قدرتنا على تنفيذ الأمر والمعايير الموجودة عندنا والسياسة اللي إحنا نشتغل بها، وايضا شكاوي الزبائن ايش يشتكون منه، وايضا الخبره السابقه اللي عندنا موجوده والموظفين اللي عندنا والاعطال اللي مرت بها، هذه اسمها من الشيء الداخلي. والخارجيه عندنا الان السوق ايش يقول، ثم بعد ذلك اقوم الان بعمليه تصميمه. بذلك فان جوده التصميم تعتمد على تحديد الحد الكافي لحاجه الزبون. الزبون ايش يبغى؟ لابد ان اي شيء طلبه الزبون لابد ان نقوم بعمليه الان تحقيقه. ولذلك جت العباره اللي تقول كالتالي، تقول دائما الزبون على حق. ايش يعني دائما الزبون على حق؟ بما ان احنا الان دائما العميل، تذكروا، تقول دائما العميل على حق. في عندنا الان نقول كالتالي، لدينا الان ثلاث قواعد ذهبيه للتعامل مع العملاء.
إيش تقول هذه الثلاث قواعد الذهبية؟ تقول القاعدة الأولى ذكر دائما، واحد دائما العميل، دائما العميل على حق. طيب الشيء الثاني، الشيء الثاني إن لم يكن، إن لم يكن عميلك، إن لم يكن عميلك عارفا، إن لم تكن تعلم، إن لم تكن تعلم، إن لم تكن تعلم بما يطلبه، بما يطلبه عميلك، عميلك فأنت لا تعرف ما تعمل، لأنك أنت جالس تشتغل شيء مش عارفه. المشكلة مش عند عميلك، أنت اللي مش فاهم إيش العميل كان يبغاه. رقم ثلاثة، إذا لم يكن عميلك، إذا لم يكن عميلك يعلم ما تعمل، فيجب عليك إعلام، تقول له أنا اللي أسويه، أنا أسوي 1 2 3 4 عشان أطلع لك هذا المنتج بهذا الشكل. طيب رقم أربعة، إذا اشتكى العميل ارجع للخطوة الأولى، ارجع للخطوة الأولى إنه عميلك دائما على حق، رغم إنك أنت علمته وقلت له، قال لك والله مش هذا اللي أبغاه. الله، إذن هو على حق، أنت أصلا ما كنتش تعرف اللي تبغاه. وذلك لابد أن تكتب كل خطوة أنت تريدها، لابد أن تكتبها بالكامل. طيب أيضا لابد من تجزئة السوق، نحدد عندنا شرائح، إيش الشرائح اللي نقوم بعملية تلبيتها، مفاهيم التصميم والتقانة، إحنا راح كيف نشتغل، ترجمة مفاهيم التصميم عندنا العمل، اختيار عمال التصميم عندنا. أيضا يجدر بنا بما أننا سنشتغل بهذه الطريقة، لازم نقوم الآن بعملية، الآن جودة التصميم تعتمد على وجود معالم للسلعة، إيش خط الإنتاج راح ننتج به السلعة، هذه الخدمة كيف تنتج عندها، لازم نحدد خط إنتاج، ولازم هذا الخط الإنتاج نوضح كيف سيمر، من سير العمل، من المشتغلين فيه، وهل هم مدربين، هل هم مؤهلين ولا مش مؤهلين. وبهذا الأمر نحن نتكلم عن تصميم فريق، هذا الفريق اسمه فريق إنتاج الخدمة، هذا الفريق دور إدارة الجودة أن تتأكد أن فريق إنتاج الخدمة أو فريق إنتاج السلعة كلهم متخصصين وعارفين إيش الشيء اللي يسوونه، وكلهم مدربين وكلهم مؤهلين وكلهم عارفين بطاقات التدفق الخاصة بها وعارفين التصميم وعارفين بالكامل. ولذلك أمس لما تذكرون تكلمنا عن إيش؟ تكلمنا أمس عن خطوط اسمها خطوط من؟ الإنتاج. لكل مشروع إنتاج تكلمنا أنك راح تكون فريق، هذا الفريق سيعمل لإنتاج منتج، هذا الفريق يجب أن يكون كلهم عارفين ما هي الإجراءات وما هي المعايير الموجودة في منتجك. تقول والله مثلا أنا عندي من التسويق معايا الموظف أحمد وعبد الله وحسين، معايا من إدارة المالية يدخل معايا في هذه الخدمة كذا كذا، معايا من الأعمال اللوجستية فلان، معايا من إدارة الإنتاج فلان، هذا اسمهم فريق إنتاج المنتج. هذا الفريق كلهم أنا دربتهم، أنا أهلتهم، أنا أعطيتهم خرائط تدفق ووريت كل واحد منهم كيف سيسلم للآخر، وبالتالي سأسوي عملية تدقيق عليهم إنه كل واحد منهم ترى مدخلات هذا الفريق هو مخرجات هذا الفريق، وبالتالي لازم أضمن أنه عندي جودة كاملة في عملهم، فأجلس معهم بالكامل وأتأكد من أنه كل واحد منهم فاهم تماماً طبيعة عمل الآخر. تذكروا هذا الكلام اللي قلناه أمس؟ طيب بعد ذلك مثال على ذلك، شوفوا شركة فورد، شركة فورد كان عندها صعوبات كبيرة جداً، قررت أنها تدرس يعني إيش السبب اللي عندها. هي كانت تعمل على بناء سيارات كثيرة وما كانش عندها فرق عمل متخصصة في الجودة، فقررت أن تدرس الشركات العملاقة الأخرى منافسة لهم كيف يعملون. فوجدت أن الشركات الكبرى زي روز رايز، زي مثلا مرسيدس، زي بي إم، هذا اللي يركزون على إيش؟ على أنت كل واحد أنت السيارة يركزون على خط إنتاج مستقر، فبدأوا يركزوا على عملية بناء فريق، سموا هذا الفريق، سموه فريق تورس. هذا الفريق قام بإنتاج السيارة اللي اسمها تورس المشهورة، وأصبحت لها جودة كبيرة، وهذه السيارة استخدمت فيها عملية التقنية الحديثة واستخدمت فيها أفكار السبب أنهم أدخلوا معهم تقنيين وأدخلوا فيهم معهم سوقين وأدخلوا معهم فيهم ناس في الإنتاج، بينما أول كانت شركة فورد تنتج سيارات من جهات إنتاجية. دخول عناصر جديدة ودخول العملاء وسؤال العملاء أنتم ماذا تحتاجون غير في تفكير شركة فورد بشكل كبير جدا، وأنتج هذه السيارة بشكل جديد. أيضا جودة التصميم، كلما لاحظنا الأعمال عندما يكون عندنا فريق عمل متفاهم كلما نجحنا. جودة التصميم أحبتي الكرام سيتبعها جودة المطابقة، لابد من وجود معايير، هذه المعايير تحدد نحن كيف نعمل، إيش الطريقة والإجراءات لنقوم بها بعملنا، وتحدد إيش الخطوات سنقوم بها. ثم بعد ذلك تأتي القدرة على العملياتية. ما معناها؟ مش معقول أنك تصمم لي عملية
وتحط لي خرائط تدفق وتحط لي إجراءات وتضع لي أيضا معايير في جودة المطابقة، وفي الأخير أنا ما هذا مش موجود. يعني أنت تقول لي يجب أنك تكون الكمبيوتر حقك بالسرعة تطبع الأوراق، أنا يا أخي عندي كمبيوتر سلحفة يا أخي، ما هذا ما هو كمبيوتر يا أخي، ما عندي طابعة يا أخي، يا أخي الغرفة اللي عندي مكيف مش موجود. لابد يكون عندنا القدرة على القيام بالعملية. هذه القدرة العملية راح توضح عندي الآن تأهيل الموظفين، هل هم مؤهلين ولا لا، مدى الحاجة للتدريب، احتياجاتهم للتدريب، أيضا مدى قدرتهم على تنفيذ العمليات، مدى قدرتهم على إنجازها. ثم بعد ذلك يأتي عندي جودة الأداء، سأقيس الآن مدى جودة أداء الموظفين عندي، كل الأداء كل فريق العمل اللي عندي، هل فعلا أداءهم كان ممتاز؟ هل فعلا هم من لحظة إدخال المواد الخام، من المشتريات، من التوريد، حتى عملية التسليم للعميل، كل هؤلاء الموظفين تم تدريبهم، تم تأهيل، هل يعملون فعلا بشكل صحيح؟ هل مخرجاتنا دائما سليمة؟ هل نحن نقوم بعمل الشيء الصحيح بالأسلوب الصحيح أم لا؟ كذا سأضمن أن عندي الآن جودة في نظامي، في نظام الجودة. سؤالكم، ماذا استفدنا، ماذا تعلمنا حتى الآن؟ أسمع منكم. والله دكتور اليوم فعلا كما أسلفت أنه يوم عميق جدا. إذن هذا يتطلب منا دكتور أننا نحلل ونحدد احتياج للعميل قبل التصميم. يا سلام، رائع. هذه مرحلة أيضا نحتاج نتأملها كثير حقيقة. نعم، رائع. من يحب شارك يعني سيدي الجزء اللي ذكرته أنت واللي ذكره الدكتور عبد الله هو ما يعكس واقع الشركات حاليا. يعني الآن ننظر إلى الشركات الكبرى عندما تقوم ب أو طرح خدمة جديدة، هذا لا يكون وليد اللحظة بل يكون فكر فيه صعب جدا. يعني الآن تيجي من خلال دراسات مساحات للسوق ومتطلبات العملاء والرغبات، وبناء على هذه الرغبات تقوم ببناء الخدمة الجديدة أو تطوير الخدمة الجديدة بإضافة قيمة مضافة أو تنافسية جديدة بالنسبة لهذه الخدمة، وبناء عليه وتجربة التصميم وضع سيناريوهات، وايضا في عندك بسموها السوفت لونشنج للخدمه، وباثناء خلال هاي الفتره يعني بيعتمدوا على الفيدباك من العملاء بناء على يتم عمليه التحسين والتطور. وزي ما حكيت انت قبل ما يقع التصميم يقوم بوضع الادوات والامكانيات اللازمه لتخلي العامل لانتاج هذه الخدمه او المنتج الجديد. ما يجي يحط لك والله التصميم لا تتوافق الأدوات الموجودة والمكان الموجود على إنتاجه، أخيراً سيكون طبعاً الفشل هو النتيجة النهائية. وهكذا يجب أن نقوم إحنا في بناء خدمات حتى في مؤسساتنا الحكومية، لكن هذا يعتمد على أداء البيانات الموجودة اللي ذكرنا سبيلنا طبعاً يعني. يا سلام. طيب على هذا الأساس أحبتي الكرام، نريد في نهاية هذا اللقاء أن نقدم ماذا؟ إطار عمل مقترح، كيف ستعمل إدارة الجودة؟ وسنشتغل عليه خلال الأيام القادمة عشان نقوم بعملية تطبيقه. كيف أنا الآن داخل منظمتي سأقوم بعملية الآن بناء نظام اسمه نظام الجودة؟ كيف سأقوم؟ عشان بسهل الموضوع وضعت نموذج، هذا النموذج سيوضح لك الآن كيفية الخطوات العلمية التي ستقوم المنظمة باستخدامها لعملية إنتاج نظام خاص بها لنظام الجودة يتطابق مع معايير المواصفة الدولية للجودة. أولاً المرحلة الأولى، أول مرحلة مهمة بالنسبة لنا هي مرحلة المتطلبات وجمع البيانات. عليك أولاً أن تقوم بعملية جمع المتطلبات، إيش المتطلبات اللي تحتاجها لعملية بناء نظام الجودة عندك. فأولاً حدد أولاً إيش هم الأشياء اللي يجب أن تمتثل لها، ما هي الجهات اللي بالنسبة لك الآن يجب أن تقوم بالامتثال لها في نظام الجودة عندك، عشان تحدد من هي الجهات اللي تعطيك متطلبات سواء كانت داخلية أو خارجية. فحدد مثلا في جانب الحكومة الأهداف الاستراتيجية للحكومة، رؤية الدولة عندك تجاه الصناعة وتجاه قطاعك، كذلك مبادئ توجيهية للشركات الصغيرة اللي تقدمها وزارة التجارة، وزارة العمل، إدارة المنشآت، أيضا السياسات المالية للبنوك الدولة، كذلك أيضا متطلبات أصحاب المصلحة الملاك عندك والناس الموجودين والمدراء الإدارات ورؤساء الأقسام ماذا يريدون، الهيئات التنظيمية ماذا تريد مننا، كذلك أيضا مجلس الإدارة عندنا ماذا يريد، المستثمرون ماذا يريدون، الموظفين ماذا يريدون، الموردون ماذا يريدون. جمع هذا كله، ثم حدد أيضا ما هي معايير الصناعة في مجال تخصصك أنت الآن، إيش المعايير اللي في مجالك موجودة. حدد الآن المنظمات الدولية المعايير، ماذا تضع من معايير في مجالك. حدد إيش هي المبادئ التوجيهية للشركات في هذا المجال اللي منافسين اللي عندك في نفس مستواك ماذا يقولون. ثم حدد إيش العوامل اللي تعطي كفاءة، اللي تقول والله أنا تعطيني مؤشرات للكفاءة بالنسبة لي، إيش مؤشرات الموارد بالنسبة لك، الموارد البشرية،
النوع والحجم المنظمة، الهيكل الوظيفي إيش مفروض يكون عندك، المعرفة، التقنية المتطلبة اللي عندك، حدد هذه كلها كمتطلبات عشان تقوم بتأسيس نظام الجودة الداخلي عندك. ثم بعد ذلك قم بتحليل هذا كله من خلال نموذج تحليل SWOT. تقوم بتحليل SWOT لمنظمتك حتى تعرف نقاط القوة ونقاط الضعف الموجودة عندك. وأنا سأشرح تحليل SWOT في قادم الأيام، ومن يحب أن يرجع له يرجع له أيضا على قناتنا على يوتيوب، قمت بشرحه بالتفصيل. فنقوم بتحليل SWOT لمعرفة أنا ما هي نقاط القوة عندي، ما هي نقاط الضعف، ما هي الفرص، ما هي التهديدات. تحليل SWOT يعتبر تحليل البيئة الداخلية والخارجية. بناء على هذا التحليل سأنتقل إلى المرحلة الثانية، التحليل والتنبؤ، أن أحلل وأتنبأ ما هي الإمكانيات المتاحة عندي. فعندي أولا سأحدد ما هي القيادة. القيادة عندي لما قلنا الجودة هي التزام الإدارة العليا، القادة عندي الآن ما هي رؤيتهم، ما هي رسالتهم، إيش الأهداف الاستراتيجية لمنظمتنا، إيش المنجزات التي قبل سبق أنجزناها، إيش الأشياء التي تحتاج لها مراجعات نراجعها. ثم أجلس مع الموظفين اللي عندي ومع الأقسام ومدراء الإدارات ومدراء العموم وأحدد إيش الأهداف الاستراتيجية لازم أركز عليها، إيش هي الأهداف التشغيلية للوحدات، كل قسم إيش أهدافه، إيش العمليات اللي عنده أساسا، عشان أطلع أيضا بكل قسم إيش هي منجزاته، إيش هي أهدافه، إيش مراجعاته، وأطلع إيش هي العمليات اللي راح أركب عليها نظام الجودة وأقوم بعملية تحويلها إلى خطوط إنتاج وأجمع ما بين الأقسام كلها عشان أجمعها. ثم بعد ذلك أنتقل للمرحلة الثالثة، التحليل والتنبؤ. أبدأ الآن أقوم بعملية تحليل وتنبؤ مستوى الجودة اللي عندي. في التحليل والتنبؤ سأسأل نفسي سؤال، نظام الثقافة والإدارة الموجودة عندي الآن يا ترى إيش السياسات الصناعية في هذا المجال، إيش المكافآت والتقدير، إيش أخلاقيات العمل، إيش الثقافة الموجودة عندي، إيش هل أنا فعلا في عندي تعاون، ما هي مدى حشد الجهود الداخلين عندي موجود. ثم الاستدامة، هل عندي استدامة للأعمال والإجراءات الصناعية أيضا، الإنتاج كيف ينتج، إدارة سلاسل الإمداد كيف تتم، الجودة عندي كيف تتم، الصيانة عندي كيف راح تتم، الاستدامة عندي كيف تتم. ثم تطوير التطبيقات، التطبيقات بوابة للعملاء، بوابة لإدارة البوابة، أيضا أحدد بوابة الموظفين، بوابة الموردين، بوابة الموزعين، هذه كلها يجب أن أجعلها ذات جودة عالية جدا كتقنية عشان يكون عندي تحول نحو الرقمنة. ثم عندي في تحليل البيانات ابدا احط عندي ادوات لتحليل المقارنات المرجعيه بنش ماركينج وايضا كي بي ايز عشان يكون عندي مؤشرات اداء، اقيس مستوى الانتاج، اقيس القدره على العملياتيه، هل عندي قدره ان انفذ العمليات بشكل صحيح، مستوى الجوده اللي عندي سيجما كم اعطي نفسي سيجما. ثم محاضر ومراجع ومتابعه لعمليات الجوده كلها بشكل كامل. هذه اللوحه راح تخلي عندي باذن الله سبحانه وتعالى اني عندي قدره ان ابني نظام جوده فعال داخل منظمتي. سؤالكم، ماذا استفدتم من هذه اللوحه؟ وإحنا بقية الأيام سنغوص في هذه اللوحة. يا سلام يا سلام، أنا كنت أقول هذه اللوحة وحدها مشروع عميق جدا وعمل، وهذا ما كان سد لنا فجوة في آلية التحليل فعلا. شكرا يا دكتور. شكرا دكتور. شكرا لكم. ماذا استفدنا أحبتي الكرام؟ الله يفتح عليك دكتور، كلام كبير وواضح وجميل جدا، ولكن أنا عندي منتج جديد، هل أبدأ في الجودة في البداية أو مع التحسين؟ يعني في النهاية بقول والله منتج جديد يا أنه في جودة أو أبطل منه، فهذه حتى عبني شوية أني أبدأ. العميل مع أول انطباع، يعني لو أنت قدمت العميل هذا المنتج ولقي أنه رديء بيرجع لك؟ أبدا ما راح يرجع. إذن لازم تحدد حاجة اسمها الحدود الدنيا، في حاجة اسمها الحد الأدنى في جودة المنتج. مش مطلوب منك الآن أفضل شيء، بس الحد الأدنى. ففي شيء يسمونه الآن حدود الدنيا، ارجع لها اقرأ عنها الحد الدنيا في المنتج. فعلا لأن المنافسة الآن شديدة، فإذا ما دخلت بمنتج جيد يعني ممكن تضيع وتخرج. نعم صحيح. طيب استفدنا أحبتي الكرام اليوم دكتور محمد، تفضل. من باب احنا بننزل بنشوف نطبق نظام الجودة بالنموذج اللي عندك. نعم، التحليل والتنبؤ المربع الثاني والمربع الثالث نفس الشيء، التحليل والتنبؤ. لا هذا خطأ بس في الترجمة فوق، شوف في الترجمة فوق خطأ، هذه المخرجات. إيه؟ المخرجات والتطوير والمخرجات والتطبيق، الترجمة خطأ، مكتوب التحليل والتنبؤ خطأ، ترجمها كذا عندك النتائج والتطبيق والنتائج تطوير والتطوير أو التحسين أو التحسين، النتائج والتحسين. تمام، خطأ في الترجمة، آسفين، جزاك الله خير، هذه ملاحظة دقيقة منك. بيضل لو تعدلها بالكتابة عليها تعدلها الآن. يلا ها الآن، يا سلام عليكم،
لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. ها هذا أعدلها الآن، وهذا راح يجيكم إن شاء الله النتائج والتطوير. حلو حلو، وهذا أحلى حفظ. مين اللي عدلها؟ اسمه مين اللي اكتشفها؟ كده نكون أخصائيين جودة. إذا طلب تغيير، هذا اسمه طلب تغيير من عندك أنت الآن، وإحنا استجبنا طلب التغيير لأنه طلب تغيير جسيم. رائع رائع رائع، بيض الله وجهك، أسأل الله أن يكتب أجرك. طيب أحبتي الكرام، سؤال لكم، ما الذي استفدناه اليوم؟ إيش تقول أنا خرجت به اليوم؟ أسمع منكم. ما الذي لم نستفده اليوم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم دكتور محمد. يا مرحبا. حياكم الله جميعا، الله يبارك فيك، وصراحة تحياتي لكم وشخصكم الكريم يا دكتور محمد على الإسهام الكبير. لا أتحدث فقط عن هذه الدورة، ولكن أنا أرى إنتاج يصلح لأمة بصراحة، ما بين أخصائي التدريب والتطوير العام الماضي وما بين أخصائي الجودة، يبدو أن هنالك رسالة، هنالك هدف وغاية كبيرة، نسأل الله عز وجل أن يعينك عليه حقيقة. يعني هذا أولا يعني كلمة شكر يجب أن تقال. ثانيا بالنسبة لليوم، لا يعني نظام الجودة والنموذج اللي حضرتك وضعته يعني فعلا نموذج يجب أن يؤخذ بعين الأخبار ويتم تطبيقه. الجميل يا دكتور إن حضرتك بتركز على الجانب التطبيقي ولا تغفل الجانب النظري، لكن هما يكمل بعضهم البعض. فشكر لك موصول يا دكتور ولفريق العمل الرائع. جزاك الله كل خير، وكتب الله أجرك وجعلنا الله عند حسن ظنك. شكرا لك، وشكرا لك أيضا على يعني هذا الثناء الرائع، لأن هذا يحفزنا. نسأل الله سبحانه أن يكون عند حسن الظن أيضا. من يحب شاركنا تفضلوا. تفضل سيد أحمد. أوكي سيدي، النظام الجودي هو الآن أصبح ضرورة للاستثمار يعني لحياة الشركات والمنتجات، يعني ولم يصبح طرفا، يعني لم يعد طرفا، وهو نظام قائم على التخطيط السليم، يبدأ من العميل وينتهي بالعميل أيضا، ولا بد أن يكون هناك أيضا عملية المتابعة العمليات وعملية التحسين المستمر. عملية التحسين المستمر هذه تتطلب إما إلغاء إجراء أو دمج إجراءات مع بعض أو إضافة شيء جديد حتى نصل إلى متطلبات العميل بالتميز إن شاء الله تعالى. والنموذج اللي وضعت حضرتك يعني هذا أيضا يوحي بأنه الجودة ليست جهد فردي، وإنما هو عمل جماعي لمجموعة من الأشخاص حتى نضع الأسس السليمة داخل المنظمة لما يسمى بالجودة، وبعد ذلك نبدأ بنشر ثقافة الجودة وتطبيقها على أرض الواقع. يا سلام عليك أستاذ أحمد، شكرا لك كل الشكر. من يحب يشاركنا يا شباب؟ أنا أشوف أن تحويل خطط الإنتاج إلى قوة تشغيل بخصوص اللي هو تصميم الجودة، وكذلك اللي هو تحسين الجودة، أنا أعتبره هو قلب إدارة الجودة صراحة. يا سلام عليك، رائع جدا، وأنا شاكر لك، مداخلاتك اليوم كانت جدا رائعة زي كل يوم، شكرا لك. طيب أحبتي الكرام، شكرا لكم كل الشكر. اليوم إحنا وصلنا إلى مرحلة متقدمة، وصلنا إلى بناء نظام الجودة. الشرائح الموجودة عندنا هنا سأقوم بإذن الله سبحانه وتعالى بتزويدكم بهذه الشرائح بإذن الله سبحانه وتعالى كاملة. أيضا إحنا اليوم في نظام بناء نظام الجودة الشاملة، تخطيط الجودة الشاملة وتطبيقه. إحنا وصلنا ببرنامج التمهير إلى مرحلة متقدمة، إحنا الآن خلصنا بناء نظام الجودة الشاملة، تخطيط الجودة الشاملة وتطبيقها في المنظمة. غدا موضوعنا بإذن الله سبحانه وتعالى بناء أدلة الجودة للمنظمة. بكرة هنتكلم عن المراحل اللي تمر بها عملية بناء نظام الجودة، ونتكلم عن بناء أدلة الجودة، إيش هو دليل الجودة، كيف يتم عملية بناؤه. هذا موضوعنا غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. يوم مهم جدا ومثير، كونوا معنا غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. تفضلي دكتورة نجوى. سعد الله جميع أوقاتكم. باسم فريق مركز الإتقان ومكتب مهارات النجاح للإستشارة التعليمية والتربوية، نشكركم أيها الأحبة لوجودكم معنا في اللقاء العاشر ضمن الحزمة الثانية من برنامج رمضان الثاني، التدريب على مهارات أخصائي الجودة وهو نظام الجودة الشاملة. سعدنا بوجودكم
ونأمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذا اللقاء، وباسمكم واسمنا نقدم الشكر أزله والتقدير أجله والاحترام أكمله والود أوفره والامتنان أعظمه لسعادة المدرب والخبير الاستشاري وكبير مدققي الجودة الدكتور محمد العامري على تميز أدائه ورقي أخلاقه وتفانيه بالعطاء في هذا اللقاء وجميع رحلاتنا التدريبية معه، كتب الله أجره وبارك في جهوده. شكرا لفريقنا المتميز المساند أستاذة ليلى المالكي، أستاذة نور، أستاذة البندري، أستاذة سندس، وبقية الفريق على الجهود المباركة والتعاون المثمر بالإشراف والدعم الإداري والفني واللوجستي مما كان له الأثر البالغ في نجاح برامجنا. الشكر موصول أخرى أنتم أيها الأحبة على حضوركم وتفاعلكم واستفساراتكم الثرية. كونوا معنا وتابعونا على مواقعنا الموجودة بالمجموعة، وإلى لقاء إن شاء الله غدا على نفس الموعد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. شكرا لكم كل الشكر. أنا ما أدري كيف الدكتور نجوى تقولها بسرعة كذا، أنه أوفره وأجزره ما شاء الله تبارك الله. شكرا لك كل الشكر دكتورة، شكرا لكم جميعا، حياكم الله. موعدنا غدا بإذن الله سبحانه وتعالى مع إطلالة جديدة بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم، شهدوا أن لا إله إلا الله، نستغفرك اللهم ونتوب إليك، نستودعكم الله، على السلامة.